صباح الخير والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب، وسعادة وطيبة. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من هذا الصباح، أكون معاكم فيها آية عبد الرحمن من دلوقتي لحد الساعة 10 صباحا على شاشة إكسترا نيوز. هيكون معانا النهاردة كتير من الأخبار والمتابعات والفقرات المتنوعة اللي نتمنى نتنال إعجاب حضراتكم معانا. وفي الاستوديو هنتكلم على الموسيقى والألبومات الغنائية الجديدة اللي تم طرحها مؤخرا، وهيشاركنا النقاش والتحليل في الاستوديو ضيفنا الناقد الموسيقي محمد شميس. وفي الفقرة الثانية هنتكلم عن الاستعدادات لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي واللي هيفتتح دورته 40 يوم 20 نوفمبر الجاري، وهيكون معانا في الاستوديو ضيفنا الناقد السينمائي محمد كمال. تابعونا في هذا الصباح. خلونا نبدأ أول أخبارنا بحالة الطقس. دلوقتي حالة الطقس بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، بيصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة بتنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وطبعا هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم درجات الحرارة في بعض المحافظات والمدن. من حالة الجو تعالوا نروح مع حضراتكم نطمن دلوقتي على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة، وهيكون معانا على الهاتف الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. يعني سيادة الرائد صباح الخير في البداية. صباح الخير يا فندم لحضرتك وجميع السادة المشاهدين. إيه آخر التفاصيل الخاصة بحالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة؟ طبعا بالنسبة للطرق السريعة والطريق الدائري التابعين للإدارة العامة للمرور، الاحجام المعتاده في الفتره الصباحيه عندنا مؤثر فقط على طريق دايري في منطقه اعلى بهتيم القادم من الزراعي والمتجه لمناطق الثلاث. الساعه 5:30 صباحا انطلقت الاداره اختار بلبس ارانات تبدو مغلق في منطقه اعلى بهتيم. طبعا تعقيد كافه خدمات الاداره العامه للمرور مع السيارات الاشرافيه الحمد لله بشكل صبيب، تم استعدالها وتجنبها اكثر من الطريق، ولكن فيها بعض التاثير ما زال مستمر للقادمين من الزراعي والمتجهين للثلاث. مثلا الإدارة العامة للمرور خلال دقائق إن شاء الله في تحسن واضح لمعدلات الحركة في نفس المكان. أيضا بالنسبة للطرق السريعة وطرق طرق الطرق مع إدارة الطرق المختلفة، عندنا اختلاط من إدارة الطرق جنوب سيناء باستمرار غلق طريق طابة ونويبع بسبب كان في سوء في الأحوال الجوية وبعض السبل ما كانت موجودة في المكان.
وايضا الطريق المتجه للسد كاترين، وبيتم طبعا طبعا ناحيه هدوء الحاله واستقرار الحاله الجويه واعاده الطرق مره اخرى. بالنسبه للطرق السريعه القادمه من محافظات اتجاه القاهره والعكس، سواء طريق السويس الاسماعيليه وطريق الزراعي والمحاول، الطرق القادمه من الصعيد ومحور شبرا بان عطار دلوقتي تعمل بشكل جيد، ما عندناش افتراض باي تاثير للحاله الجويه على سواء شبوره او عطار. نتمنى طبعا السلامه للجميع، ونتمنى للجميع الحذر اثناء القياده مع السلطات طبعا تراجع التحذيرات من الارصاد وجود شبوره او عطار في الفترات القادمه. الزام طبعا في تقليل السرعات ومضاعفه مسافه الامان، والزام طبعا تاكيد على صيانه السياره وان ما فيهاش اي شيء معطل ممكن يؤثر على قائد المركبه اثناء تواصل الطرق السريعه. الزام القياده الامنه، وان شاء الله ما يبقاش اي في اي مشكله على مدار الايام القادمه. بالنسبه لمعدلات الحركه اللي موجوده دلوقتي، الطريق الدائري يشهد معدلات حركه معتاده في منطقه السلام القادم للزراعي، وايضا في منطقه الحج اعلى منطقه التسجيل. بالنسبه ايضا للمناطق اعلى القادم للجيزه والمتجه للقاهره الجديده، الاحكام المعتاده في الفتره الصباحيه. الاتجاه الاخر المتجه للجيزه من القاهره الجديده يمكن استخدامه الطريق يعمل بشكل جيد، ما عندناش فيه اي مشكله. مداخل القاهره سواء طريق السويس او الاسماعيليه او الزراعي الحاله دلوقتي جيده، حتى سقطات مع الطريق الدائري والعائق ايضا من اسفل الطريق الدائري اتجاه الوسط المختلف. 26 يوليو من الاماكن اللي بدا يشهد ارتفاع في معدلات الحركه للقادم في اكتوبر المعتاد في الفتره الصباحيه. ننصح دايما استخدام البدائل سواء محور روض الفرج او محور لوحات ومثل الدائري. سجل اكتوبر ممكن استخدام محور 26 يوليو الحاله عليه بتتحسن، ما عندناش في اي معوقات. بتابع مع حضراتكم ان شاء الله الحين يعني الصحيح. يمكن ده سؤالي ليك سياده الرائد، يعني المواطن اللي بيتابعنا دلوقتي وبيستعد ان هو يخرج من بيته عشان يتوجه لعمله او اي مكان اخر، هل في نصايح يعني محدده حضرتك تقولها له دلوقتي على الهواء مباشره عشان يقدر ان هو يوصل لمكان عمله بشكل اسرع، سواء كان من الطرق السريعه او الدائري او المحور او ايا كان؟ طبعا زي ما اكدت مع حضرتك الطرق اللي بننصح باستخدام البدائل ليها دايما هي محور 26 يوليو للقادمين من اكتوبر، ده من محاور تنشط احجام ومعدلات حركه مرتفعه طبعا تزامنا بوجود بعض مناطق الاعمال داخل الجيزه بسبب اعمال المترو، ده مؤثر بشكل كبير في مضاعفه معدلات الحركه اللي موجوده على محور 26 يوليو. فبننصح دايما استخدام البدائل سواء محور ذو الفرج او محور لوحات اتجاه الجيزه. بالنسبه ايضا للطريق الدائري و الاحجام اللي موجوده عليه، طبعا بننصح اذا كان يقدر يستخدم القادمين من الجيزه استخدام طرق داخل القاهره لحين هدوء الحاله في منطقه اعلى البساتين ثم صعود الدائري مره اخرى يكون افضل. منطقه الحادث اللي موجود في اعلى بهتين الحمد لله دلوقتي الحاله بتتحسن. اذا كان القادمين من اعلى الزراعي والمتجهين للسلام ممكن استخدام طرق داخل القاهره ايضا للوصول الى مناطق السلام لحين انتهاء من الكثافات الموجوده. لكن باقي الطرق السريعه القادمه من محافظات اتجاه القاهره والعكس الحمد لله ما تنفعش تغيير اي مسارات عليها، جميعها تعمل بشكل جيد جدا، ما عندناش فيها اي مشكله. وان شاء الله بنتابع مع حضراتكم لحين طبعا انتهاء الظروف الصباحيه بالكامل. لنا نصايح بعد طبعا مع بعد فتره الظهيره وقائدي المركبات اللي توجهوا للمحافظات المختلفه. طيب اخيرا سياده الرائد، في تنسيق ما بين غرفه عمليات الاداره العامه للمرور وكمان هيئه الارصاد الجويه، يعني حضرتك اتكلمت في بدايه المكالمه عن يعني وجود شبوره مائيه في بعض الطرق في مصر، هل في تنسيق ما بين الادارتين؟ طبعا فعلا تنسيق كامل، وطبعا هيئه الارصاد الجويه تقريبا بتبعت لنا نشره يوميه بحاله الجو، فالمعتاد ايضا انها بتبعت لنا نشره مجمعه خلال 4 ايام، وفي حاله واذا كان وجود شيء طارئ ممكن يختصنا بيه بيبعتوا لنا فيه يوميا طبعا لحقيقه التنسيق الكامل، عشان لو في اي طرق ممكن هيبقى فيها امطار فيها شبوره نقدر نعزز الخدمات المتوجهه عليها طبعا متابعتها، واذا كان في اي اجراءات اداره عمل تتطلب قيامها في الطرق. سياده الرائد محمد الشربيني مشرف غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على التفاصيل المهمه دي. بعد الاعلان عن وفاه الشهيد البطل
ساطع النعماني أمس أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإطلاق اسم الشهيد العميد ساطع النعماني على ميدان النهضة في الجيزة. توفي العميد ساطع النعماني أمس بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كان يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور في حالته الصحية إلى أن توفي فور نقله للمستشفى لإسعافه. العميد ساطع النعماني تمت إصابته في مواجهات مع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في ميدان النهضة، وإصابته بطلق ناري في وجهه في أحداث بين السرايات منتصف أغسطس 2013. بكان يشغل وقتها منصب نائب مأمور قسم بولاء الدكرور. لم تتوقف رحلات علاج العقيد ساطع النعماني على مدى 5 سنوات، حيث توجه إلى لندن في رحلات علاج من وقت لآخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب إجرائه عملية جراحية بالوجه في مستشفى سانت ماري بالعاصمة الإنجليزية. العقيد النعماني قال عن أحداث بين السرايات أنه في يوم 2 يوليو فوجئ بمجموعة كبيرة من أهالي بولاء الدكرور واقفين فوق كوبري ثروت ومجموعة من أهالي بين السرايات في أول شارع المرور، وأضاف أن أنا سألتهم هو في إيه؟ قالوا لي أن في ضرب نار عند أسوار جامعة القاهرة من ملثمين. استكمل النعماني وتابع وقال طلب منهم أنهم يرجعوا ومفيش حد يشتبك معاهم في الوقت ده لأني مش عايز حد فيهم يموت أو يتعور. وفضلت أجري ما بين كوبري ثروت أطلب من أهالي بولاء الدكرور العودة إلى شارع المرور، وبقيت أطلب من أهالي بين السرايات العودة لبيوتهم. وأوضح النعماني في ظل الجري ما بين كوبري ثروت وشارع المرور فوجئت برصاصة في وجهي، اعتقد في البداية إنها طوبة، ولما حط إيده على وشه لقى أو بيقول ساعتها إن أنا لقيت دم وما لقيتش عيني، لينقلني الأهالي إلى مستشفى بولاء الدكرور على الموتوسيكل. تم نقلي إلى مستشفى الشرطة بسيارة إسعاف. الحمد لله والشكر لله ان انا شفت مصر ازاي، برغم ان انا كنت فاكر ان انا مش هشوفها ازاي. انا قعدت حوالي 60 يوم في غيمومه كامله وكنت اقرب من الموت، وفجأة ربنا سبحانه وتعالى أراني إن أنا أرجع تاني للحياة. فيعني كنت متضايق أوي، ثم أنا كنت شهيد، إيه اللي رجعني تاني؟ فسبحانه وتعالى زي ما يكون بعت رسالة، كلمة بترن في دماغي من ساعة ما اتصلت: خلوا بالكم من مصر، خلوا بالكم من مصر، خلوا بالكم من مصر. كان بابا من غير عينين ومش شايفك، فمصر كلها عينين بابا ومصر كلها باباك، وما تخافش يا ابني ما تخافش، بلدنا دي حلوه حلوه حلوه. هتخليه ظابط؟ قول تحيا مصر. تحيا مصر. قول كمان تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
رحم الله البطل ساطع النعماني، هو رحل بجسده ولكنه ساطع وباقي دائما بروحه في تاريخ مصر. وزي ما هو قال، مصر حلوة وخلي بالكم من مصر وتحيا مصر، يمكن دي يعني أبرز الجمل والتوصيات اللي لازم ان احنا نحافظ عليها كمصريين بوجود العظماء دولت كانوا في بلدنا. رحم الله البطل ساطع النعماني، ومرة تانية هقول ان هو هيفضل طول عمره ساطع في تاريخ مصر بروحه وبطولته وبدوره البطولي اللي شهدوا تاريخ مصر. في خبر تاني، بتصريح النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية. يمكن قبل ما نبدأ في تفاصيل الخبر ده، خلونا نشوف الفيديو الخاص أيضا كمان بالبطل ساطع النعماني. كل شهيد وكل مصاب قدم لجل خاطر كلنا نبقى عايشين في أمان وسلام، وده تمن كبير صحيح، لكن برضو ان يبقى الشعب المصري 100 مليون في امان وسلام، ده جزاء كبير قوي عند المصريين وعند ربنا سبحانه وتعالى. فاسمحوا لي ان احنا نحييهم كلنا. حيوهم فين ما كنتم، واحلفونا خد بطرهم، تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة، يا نموت علشان ترابها، يا نعيش راسنا لفوق. حيوا اللي ما ساب سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع، رحنا لو ده المقابل. عاش ولا كان يا بلدي، كلنا نفس التحدي، شعب بدرجة مقاتل. حيوا اللي ما ساب سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. حيوهم فين ما كنتم، واحلفونا خد بطرهم، تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة، يا نموت علشان ترابها، يا نعيش راسنا لفوق. من ميدان النهضة سابقا إلى ميدان ساطع النعماني حاليا، تحدثنا الزميلة درية عاطف مراسلة أكسترا نيوز من هناك. يا درية صباح الخير وإليك الكلمة. صباح الخير يا آية، صباح الخير على جميع السادة المشاهدين. بالفعل أقف الآن بميدان النهضة، أحد أشهر ميادين الجيزة، والذي تم تغيير اسمه بالأمس بقرار جمهوري إلى ميدان الشهيد الساطع النعماني. يعني هذا الشهيد بالطبع الذي أصيب في أحداث بين السريات عام 2013، قد يعني صارع إثر إصابته، يعني صارع المرض حتى توفي بالأمس في مشفى في لندن. أيضا العقيد الساطع النعماني، الشهيد العقيد الساطع النعماني، قد كرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، وأيضا قبل 4 أعوام قد تم تغيير أحد أسماء مدارس بولاء الدكرور، مدرسة طابة الإعدادية بنات بولاء الدكرور إلى اسمه، وقد يعني حضر حينها هذا التكريم. يعني هذه التكريمات بالطبع هي من أجل واحد من شهداء الوطن البواسل، والذي بالطبع كما ذكرت توفي في أحداث بين السريات. كانت هذه كل التفاصيل آية، وعودة لك. شكرا جزيلا لك زميلتي درية عاطف مراسلة أكسترا نيوز، حدثتينا من ميدان النهضة سابقا وميدان الساطع النعماني حاليا.
نروح لخبر تصريح النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بأن الوفد البرلماني المصري المكون من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية قد التقى في اليوم الثاني من زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن مع عدد من مراسلين الصحف البريطانية في مائدة مستديرة مغلقة لمناقشة مختلف القضايا. كما التقى الوفد مارك فرانسوا عضو لجنة الدفاع ووزير الدفاع البريطاني السابق وتوم توغند هند رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وتم دعوة الوفد لاجتماع غداء داخل مجلس اللوردات، وعقد الوفد اجتماع مع وزير الاستثمار جيرهام ستورت، تلا اجتماع مع الجانب البريطاني لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وأيضا لقاء مع النائبة نيا جرافيث وزيرة الدفاع في حكومة الظل وعضو حزب العمال. خلونا نعرف مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة المهمة من لندن. يحدثنا النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. سيادة النائب تحياتي لحضرتك. صباح الخير أستاذة آية، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. صباح النور، إيه أخبار وإيه آخر التفاصيل الخاصة بالمائدة المستديرة المغلقة؟ نعم، يعني يمكن احنا يعني انطلاقا من مسؤوليتنا وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تواصلها مع مختلف الدول وبالذات بريطانيا لما تمثله من أهمية قصوى في تأثيرها على السياسة الإقليمية والدولية، كان هذه الزيارة اللي ركزنا فيها على ان احنا لازم نقابل ثلاثة أطراف تحديدا أو أربعة أطراف. الطرف الأول هو الحكومة، واحنا في وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووزير الدولة للأمن، أيضا كان لدينا لقاء مع مجلس اللوردات ومجلس العموم، وفي طبعا التقينا برئيس مجلس العموم، ثم التقينا بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني سواء كان من مجلس اللوردات أو العموم، من حزب المحافظين ومن حزب العمال في محاولة للتواصل مع كل الأطراف السياسية. كمان لدينا لقاء مع مركز بحثي وفكري هو مركز معني بشؤون الشرق الأوسط، وهذا المركز هو المصدر الرئيسي للمعلومات لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، وبالتالي بتأتي أهمية هذا اللقاء إن احنا ندعم وجهات النظر المشتركة لدى هذا المركز البحثي وما تمثله منظمات المجتمع المدني من أهمية كبرى في المجتمع البريطاني. كمان الطرف الرابع كان وسائل الإعلام، وكان على رأسها الجارديان، ويعني كانت هذه الجلسة مائدة مستديرة مغلقة، كان الهدف منها تناول أولا احنا تحدثنا بمنتهى الصراحة في كثير من الأمور، ومنها أنه هناك يعني رؤية مصرية أن هناك ظلم لمصر في وسائل الإعلام البريطانية وأن وسائل الإعلام منحازة بشكل سلبي، وهذا أمر طيب يجب النقطة دي مهمة جدا يعني سيادة النائب، النقطة دي في غاية الأهمية. هل تم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة اللي بيمارسها أو بتمارسها بعض وسائل الإعلام خاصة في بريطانيا تجاه مصر؟ نحن تحدثنا في كثير من المسائل، بالذات بقى هم بيركزوا على مسائل حقوق الإنسان ويعني اعتبرها أهم المسائل المثارة دائما في الصحف البريطانية، لكن يعني المسألة أتت واضحة بأنه يعني معظم هذه الوسائل بيسيطر عليها الدول الراعية للإرهاب ولديهم أسهم ويعني حصص في هذه الوسائل، وبالتالي من هنا يأتي التأثير. لكن يعني كان من مسؤوليتنا أن احنا نقتحم المجال الإعلامي في بريطانيا وأن احنا نتحدث لكثير من الصحفيين المؤثرين، وبالتالي من الممكن أنه ده يعني جبال الثلج ونستطيع أن نغير شيء. هذا الأمر ليس سهل، ولكن نحن بدأنا وعزمنا على أن نتواصل مع وسائل الإعلام لأهمية تأثيرها في المجتمع، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني هي نفس ذات الشأن، لأنه في حديثنا مع سواء كان ممثلي سلطة الحكومة أو ممثلي البرلمان دائما هم يوضعوا تحت ضغط من منظمات المجتمع المدني من وسائل الإعلام في كثير من القرارات السياسية، وبالتالي كان من المهم ان احنا نتواصل مع الاطراف ذات التأثير. يمكن من خلال كل هذه اللقاءات كان بيثار كثير من القضايا سواء كانت العلاقات المشتركة مع
بين مصر وبريطانيا او في فيما يتعلق باوضاع المنطقه. طبعا كان من المهم بالنسبه لنا ان كثير من اعضاء البرلمان البريطاني اعربوا عن بالذات من المحافظين اعربوا عن يعني ندمهم على التصويت على ضرب العراق من قبل، وده جه بمناسبة الحديث عن الأوضاع في سوريا لأنه كان هناك تصويت سابق تم تصويت فيه ضد ضرب سوريا من قبل أعضاء مجلس العموم، وبالتالي يعني كان أسباب ده أنه تبين لهم جميعا أن توني بلير قد مارس الكذب على مجلس العموم من قبل وأقنعهم بضرب العراق لوجود أسلحة دمار شامل، وتبين لهم أن هذا غير صحيح، وبالتالي هم بيتعلموا من أخطاء الماضي فيما يتعلق بالوضع في سوريا، وأنه هم بيميلوا للرؤية المصرية بضرورة الاحتكام إلى العملية السياسية وضرورة توحيد المؤسسات السورية. أيضا تحدثنا في الوضع في ليبيا وخطورة استمرار الوضع بهذا الشكل، ويعني أنه ضروري يكون هناك تحرك لدى المجتمع المدني الدولي وأن يطلع بمسؤوليته في محاولات توحيد المؤسسات الليبية ووقف استمرار تدفق التنظيمات الإرهابية للجنوب الليبي برعاية من بعض الدول الإقليمية والرعاية للإرهاب، وأنه لابد من وجود وقف أمام هذه الدول التي ترعى الإرهاب، والذي يعلم المجتمع الدولي جميعا تحركاته وأنه لدى كل الأطراف ذات التأثير في السياسة الدولية معلومات استخباراتية تتعلق بنشاط هذه الدول وتحركها وعلاقاتها بتنظيمات إرهابية. أيضا تحدثنا في نقطة وضع الإخوان في بريطانيا، وتحدثنا من منطلق أنه يعني مصر استطاعت أن تواجه الإخوان وتجاوزنا خطرهم إلى حد بعيد، لكن المسألة تتعلق بالأمن البريطاني. بريطانيا نفسها معرضة للخطر في استمرار وجود قيادات هذا التنظيم الإرهابي على أراضيها، ويعني نحن أعطانا لهم نصيحة بضرورة أن يكون لهم إجراءات حاسمة تجاه الإخوان على أراضيهم لما يمثلوا من خطر على الأمن القومي البريطاني. هل كان في رد فعل لهذه النصيحة؟ يعني بالتأكيد هم تحدثوا عن تقرير تم إعداده من قبل الحكومة، وهذا التقرير تحدث عن أمور تتعلق بالإخوان، لكن هذا التقرير نشر جزئيا لم ينشر كليا، نشر جزء فقط من هذا التقرير، وبالتالي ما زال هناك غموض في علاقة الحكومة البريطانية بالإخوان، ولماذا لم ينشر التقرير بالكامل حول وضع الإخوان في المجتمع البريطاني ولما يمثله من خطر على هذا المجتمع. نشر جزء فقط من هذا التقرير ولم ينشر كليا، وبالتالي ما زال هناك علامات استفهام حول مسألة وضع الإخوان على الأراضي البريطانية، بالذات أنه كان لدينا في الفترة السابقة اعترافا أو وضعا على قوائم الإرهاب في بريطانيا حسم ولواء الثورة، وهم تنظيمات انبثقوا من جماعة الإخوان، وهم بالأساس يعني تنظيمات تابعة لجماعة الإخوان، وأنه يعني بنستغرب وعبرنا عن استغربنا من فكرة عدم الربط ما بين جماعة الإخوان وبين حسم ولواء الثورة بشكل غريب وبشكل غير مبرر. أيضا تحدثنا في ملف السياحة، وتحدثنا من منطلق أننا نعبر عن الناخبين المصريين وبالتالي نعبر عن الملايين الذين يعملوا في قطاع السياحة، وأنه لم يعد هناك سبب مبرر لدى بريطانيا لعدم عودة السياحة، بالذات أن مصر لجأت لبريطانيا فيما يتعلق ب مراجعة إجراءات الأمن في المطارات، وأصدرت بريطانيا تقارير إيجابية جدا وقالت أنه المطارات المصرية هي الأكثر أمنا في منطقة الشرق الأوسط، بل تحدث البعض حتى في بعض تقاريره أنه بتأتي قوة المطارات المصرية الآن في نفس ذات قوة مطار هيسرو البريطاني. وبالتالي أيضا كنا وضعنا هذه المسألة أنه تعود مبررة، وأن المسألة تمس صورة بريطانيا في المجتمع المصري الذي ينظر أن المسألة لم يعد لها أسباب واضحة، وبالتالي يعني هذه المسألة تحتاج إلى تحرك سريع من قبل بريطانيا لتحسين صورتها أمام المجتمع المصري فيما يتعلق بهذا الشأن. كان هناك استجابة منهم؟ يعني بالتأكيد الاستجابات اللي انت يعني نحن نتحدث عن يعني اشخاص بيريدوا العملية، يعني ولكن ربما تحسست بعض ردود الفعل الإيجابية. نعم بالتأكيد، لكن الامور ليست بهذه السهولة وتحتاج مزيد من الجهد ومزيد من العمل لبناء
القدرة على بناء رأي عام مختلف. نحن نتحدث عن دولة هي معقل لجماعة الإخوان، الإخوان بيخترقوا الجامعات، بيخترقوا الإعلام، أيضا كان المجلس العموم نفسه نتحدث عن رئيس لجنة علاقات خارجية السابق، فهذا الشخص وكان يعني يضع على عن الإخوان ووضع تقرير قال فيه أن قيم الإخوان بتتماشى مع قيم المجتمع البريطاني. يعني نحن التقينا برئيس لجنة علاقات خارجية الجديد، وأنا قلت له حتى أنك ثورة داخل مجلس العموم البريطاني، لأنه له آراء واضحة تجاه مصر ومؤيدة له ومؤيدة للدور المصري، ويتحدث عن كيف مرت مصر بمرحلة صعبة في فترة الإخوان، وكيف استطاعت مصر أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وأنه بيعول على مصر وهو دارس الشؤون الإسلامية، وبيعول على مصر أنها تستطيع أن تواجه التطرف وأن تجدد الخطاب الديني وأن تعيد الاستقرار لهذه المنطقة، باعتبار مصر هي العمود الأساسي في هذه المنطقة وهي الأقدر على استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة. فبالتالي يعني الأمور ليست بسهولة، يعني هناك بعض المتغيرات السياسية التي تحدث، لكن أيضا هناك مقاومة من بعض الأطراف التي تدعم الإخوان، والدعم للإخوان هو دعم غرض منه الاستخدام السياسي. يعني دائما أبدا أي طرف يدعم الإخوان هو يدعمه من أجل الاستخدام السياسي للإخوان، باعتباره أنه المدخل لضرب مصر من الداخل والقدرة على الدخول واختراق الأمن القومي المصري. لكن يعني من عام 16 حتى هذه اللحظة الأمور تغيرت إلى الأفضل، ولكن تحتاج إلى مزيد من الجهد ومزيد من العمل. طيب بخصوص مزيد من الجهد، يعني سيادة النائب، حضرتك بتكلمنا دلوقتي وحضرتك لسه في لندن، هل لسه الأجندة بتاعت الزيارة بتاعت حضراتكم لسه فيها بعض الأعمال أو بعض الشراكة ما بين لندن ومصر؟ احنا يعني هنعود إلى القاهرة إن شاء الله بعد ساعات قليلة، وانتهينا من برنامجنا، وزي ما قلت احنا ركزنا على عدة أطراف. أنا يعني نسيت في بداية كلامي أقول إن احنا كمان التقينا بطلبة في الجامعات، وده كمان كان أمر في غاية الأهمية إن احنا ندخل الجامعات ونقدر إن احنا نتواصل مع الطلبة بشكل مباشر ونرد عليهم في كثير من الأسئلة والتساؤلات. الحقيقة إيه كانت أبرز الأسئلة سيادة النائب؟ يعني في جامعة كينجز كوليدج كان البعض بيتحدث عن لماذا يعني فيما يتعلق ب الوضع في وضع الشباب في مصر، وان الشباب يعني لم ياخذوا حقهم بالقدر الكافي، لكن يعني يبدو ان هذه معلومات يعني رديت عليها كبير فيما يتعلق بجهود ووضع الشباب، ان احنا لدينا 50 شاب في البرلمان تحت 35 سنه، لدينا نواب المحافظين والوزراء من الشباب، منتدى الشباب العالم، مؤتمرات الشبابيه التي يصدر لها قرارات داعمه لوضع الشباب في المجتمع. يعني هي امور متعلقه بالوضع الداخلي وحقوق الشباب والمراه وحقوق الانسان، ايضا اثيرت بعض المسائل المتعلقه به. فكان من المهم ان احنا نتواصل مع الطلاب في الجامعات، والحقيقه يعني كان لنا لقاءين في جامعتين بريطانيتين، واستطعنا ان احنا من خلال هذه الندوات المفتوحه اللي حضرها عدد كبير من الطلاب ان احنا نوضح كثير من الامور ونرد على الكثير من الاسئله التي تبين منها انه يعني الاكاذيب التي تنشر في الاعلام البريطاني للاسف تؤثر على الراي العام بشكل سلبي، وان احنا في حاجه الى تضافر للجهود المصريه في الدخول الى مساله الاعلام العالمي والاعلام البريطاني. هي مساله ليست سهله وتحتاج الى نفقات طائله وتحتاج الى مجهود كبير، ولكن هي مساله باتت ضروره في ظل استغلال الدول الرعاية للإرهاب لوسائل الإعلام في تضليل المجتمعات وفي تضليل الشعوب، ومحاولات ضرب الجهود المصرية وضرب محاولات التحرك لمكافحة الإرهاب ومواجهته بشكل حاسم. سيادة النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنا بشكرك شكرا جزيلا على التفاصيل المهمة دي. خبر تاني، احتفلت أسرة مجلة علاء الدين برئاسة الكاتبة الصحفية ليلى الراعي رئيس تحرير المجلة بمرور 25 سنة
على صدور العدد الأول من مجلة علاء الدين بحضور فريق العمل ومشاركة الأستاذة عزة السعداني مؤسس المجلة وأول رئيس تحرير لها، والتي مرت خلال هذه السنوات بمراحل مختلفة، حيث تم إصدار العدد الأول في يوليو سنة 1993، وكان يضم وجبة دسمة من القصص المصورة والحكايات الشيقة والمفيدة للأطفال. لذلك حققت هذه المجلة مبيعات أكثر من المتوقع. كان فريق العمل في الوقت ده بيضم أهم الكتاب والرسامين، منهم فنان الكاريكاتير الكبير سعد الدين شحاتة، كذلك الفنان جلال عمران وفواز وبهجة عثمان وإيهاب شاكر ونجيب فرح وعبد العال. وبمرور السنوات استمرت المجلة ومن فترة للتانية تشهد بعض التطوير من طبعا حيث الشكل والمضمون لتتناسب مع الأطفال وتنال إعجابهم وطبعا تقرب منهم أكتر وأكتر خاصة في الوقت ده. طيب خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن مجلة علاء الدين وأسرتها مع الأستاذة ليلى الراعي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، واللي بنقول لها صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وأول حاجة بنهني حضرتك على الاحتفال باليوبيل الفضي وعبال الذهب يا رب ان شاء الله، وعايزين نعرف ايه الجديد في مجلة علاء الدين دلوقتي. الحقيقة يعني احنا انا اول ما توليت وشرفت تولي رئاسة تحرير المجلة كان قصادي تحدي كبير قوي، ازاي ان انا اقدر يعني اواكب العصر، اواكب اطفال النت والفيسبوك والانستغرام وكل الحاجات الحديثة دي، ازاي اقدم لهم مطبوعة جميلة وشيقة تقدر تجذبهم تاني. لأنه في فترات طبعا المجلات ما بتقدمش، ما بتقدرش تواكب ده، فكان مهم قوي أن أنا أغير حاجات كتير سواء في المضمون أو الشكل. اجتمعت مع أسرة التحرير وغيرنا وعملنا أبواب كتير جميلة، أبواب مختلفة، زي مثلا فكر معانا بصوت عالي، نخلي الأطفال يشتركوا معانا نعمل تحقيق، والأطفال بتقول رأيها في حاجات كتير. كان أول حاجة عملناها كان يعني إيه سياسة، يعني إيه ديمقراطية، يعني أسئلة كانت مختلفة عن الأسئلة التقليدية اللي مجالات الأطفال بتقدمها، إزاي نعمل سلام، هل ممكن السلام ينتشر في الكرة الأرضية، يعني أسئلة كلها مختلفة. ده باب يعني من الأبواب الجميلة اللي قطفناها في المجلة. حاولنا برضو نطور في الكوميكس، يعني نعلي نسبة الكوميكس اللي هي القصص المصورة، دي حاجة الأطفال بتكتبها. كانت المجلة قبل كده بتحط صور كتير، أنا كنت مهتمة بالرسم، الرسم يجذب الأطفال أكتر، فدي برضو من الحاجات اللي أضفناها في المجلة. علينا كمان في باب صندوق البريد مشاركة الأطفال برضو، زي ان هم يكتبوا ويشاركوا معانا والرسم كمان، يعني دي برضو من الحاجات اللي أضفناها، يعني اللي أعتقد أنها نالت جاذبية. عملنا كمان ورش فنية، يعني كل من فترة الأخرى أو من مناسبة الأخرى بنعمل ورش فنية، بندعو الأطفال إن هم ييجوا المجلة أو بنروح لهم إحنا في المدارس، بنعمل ورش فنية جميلة، يعني برضو إزاي نخلي الأطفال يعني يبدعوا بإيديهم. دلوقتي الأطفال الإنترنت كلهم قصاد الشاشات وقاعدين ما بيكلموش بعض وكله كده، أنا نفسي برضو إن ده يرجع تاني، إزاي الأطفال تقدر تبدع حاجة بسيطة بإيديها، بالمقصات، بالورق، الكرتون، بالخيوط، يعني نعمل أشكال فنية جميلة. يعني أستاذة ليلى، شايفة إن يعني الاهتمام بصحافة الطفل عندنا في مصر، يعني هل بتحتاج لبعض الأمور المختلفة دلوقتي عشان تقدر تواكب الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي من تحديث إلكتروني ومواقع تواصل اجتماعي وتفاعل الأطفال المصريين دلوقتي من خلال الحاجات أو الأجهزة الإلكترونية بشكل مباشر دلوقتي وبشكل حاسم زي ما احنا بنشوفه متطور، زي نقدر ان احنا نطور صحافة الطفل عندنا في مصر؟ هو لازم المضمون يتطور، يعني احنا لو عايزين، يعني هي مش منافسة ما بين الورق المجلات المطبوعة وما بين الانترنت، بس هما الاثنين مفترض ان هما يصبوا في نفس الهدف، ان هما الطفل ينبسط ويقرأ اكتر او يعني يتطور اكتر ويعني يبقى مثقف اكتر قدام، يعني فمش مفروض ان ده يكون منافسة، مفروض ان المطبوع او الورق
يواكب الحاجة الجديدة. الطفل دلوقتي ما بقاش يقرأ قوي، كلنا حاسين بده، ما بقاش انه فيه زي ما حضرتك قلتي في وسائل اخرى كتير. فيعني انا شايفة ان احنا لازم المضمون بيتطور، زي ما قلت لحضرتك نتواصل بشكل عصري معاهم بادواتهم بحاجاتهم، ما نبعدش قوي. وفي نفس الوقت برضو انا مهتمة ان انا اقدم حاجة من التراث، يعني برضو الادب الشعبي، الادب التراث، لازم برضو يعني ما نهملش ده، يعني مش عشان هم اطفال عصريين او جداد مش هنبعد عنه، فلازم نقدم ده بطريقة جذابة سواء في الرسم او في الكتابة. طيب يعني بالنسبة للوسيلة نفسها، يعني مجلة علاء الدين ما فكرتش مثلا ان هي بتقدر تواكب الآليات الحديثة دي من خلال الطفل المصري، انها تقدر ان هي تعمل مثلا موقع الكتروني يبقى اكثر نشاطا؟ طبعا انا ممكن ما نوهتش ده، طبعا احنا عندنا موقع وعندنا فيسبوك وعندنا يعني كل طرق التواصل بتاعتهم، اساليبهم طبعا وحاطين ده وبيجي لنا، يعني احنا في صفحة الفيسبوك طول الوقت بنتواصل معاهم والموقع كمان، وبنحاول دلوقتي اننا نحط الكوميكس بتاعتنا اجزاء منها على الموقع، بحيث انه يعني ممكن يبتدي يقراها ويشوفها على الموقع وينجذب فيبتدي يشتري المجلة، فده بيبقى نوع من التعاون المشترك. طيب بالنسبة لنقطة الجذب، يعني أكيد حضرتك عارفة أستاذة ليلى أن الطفل عامة في العموم، مش الطفل المصري بس، يعني أي طفل موجود في الدنيا بيبقى عايز نقاط جذب أكتر عشان يقدر أن هو يتشد للمحتوى ده. هل يعني مجلة علاء الدين بيبقى فيه توازن أو تنسيق ما بين جهات أكاديمية وعلمية عشان تقدر أن هي تقدم محتوى فعلا يقدر أن هو يجذب الطفل بشكل أو بآخر، من خلال سواء التواصل الاجتماعي أو من خلال النسخة المطبوعة؟ يعني بصي حضرتك، احنا دلوقتي بالنسبة للتعاون الأكاديمي احنا عاملين تواصل جامد مع المدارس، وفي الحفلة الاحتفالية الأخيرة بمجلة علاء الدين اللي هي 25 سنة علاء الدين كان جالنا 15 مدرسة، فيعني التواصل مع المدارس برضو ده بيفيد، لانه بتعرفي برضو الاطفال بتفكر ازاي وبتعمل ايه ونفسها في ايه وايه اللي عايزاه من المجلات. فيعني المدارس ووزارة التربية والتعليم مصدر مهم بالنسبة لنا. طيب بالنسبة للاستعانة بالخبراء، يعني ده موجود، وهل في كمان بعض الانشطة زي المهرجانات اللي احنا كنا بنشوفها دايما مجلة علاء الدين زمان كانت بتعملها كل سنة، هل المهرجانات دي والأنشطة دي مستمرة ولا حصل إحلال وتبديل كده زي ما احنا بنقول؟ لا يعني بصي حصل ايه اختلاف شوية. يعني احنا مثلا مهتمين انه علاء الدين يروح المحافظات من خلال المراكز الثقافية، ويعني عملنا رحلات كتيرة للمحافظات، محافظات مصر، وده كان هممني لانه ان طفل المحافظات برضو من الاطفال اللي لسه ما زالت القراءه عندهم مهمه، مهتمين بالقراءه ومهتمين بالورق اكتر من يمكن اطفال طفل القاهره. فده حاجه مهمه، يعني برضو دي قدرنا نعملها كتير، يعني علاء الدين لف تقريبا محافظات مصر كلها. طيب انا شايفه ان في الصور الفوتوغرافيه اللي احنا بنتابعها مع حضرتك ومع الساده المشاهدين في الكاتب يعني عمر طاهر، هل استعانة بالكوادر الصحفية المهمة دي وكمان اللي بتشد جمهور كبير جدا من الأطفال، يعني الفئة العمرية الخاصة بالأطفال، يعني سواء كانت الطفولة المتوسطة أو المتأخرة بداية من المراهقة، يعني كتابات عمر طاهر بتشد دايما الجمهور ده، التنسيق ما بين مجلة علاء الدين والشخصيات اللي هي ليها واقع جماهيري مهم لدى الأطفال أخباره إيه؟ والله موجود. هو عمر طاهر بالمناسبة هو أصلا كاتب صحفي في الأهرام، وهو اشتغل معانا في مجلة علاء الدين فترة طويلة قبل ما ياخد الأجازة بتاعته، فده مهم. يعني هو عمر طاهر كاتب للمراهقين زي ما حضرتك تفضلتي، يعني برضو بنحاول إننا نستعين بالكتاب من الخارج، ولكن أنا برضو في صف إننا نشجع الصف بتاعنا، يعني لو حد عنده موهبه وبيكتب ليه لا، ليه ما نصعدوش، يعني مش شرط برضو بس الاستعانه بالكتاب الكبار،
يعني انا في صف التوازن ما بين ده وده. بالظبط. توازن. بس يعني ايضا المجله ممكن يكون عندها ستاف كويس بتكتب، وبتكتب كتابه شابه جميله برضو، كتابه تناسب الطفل الايام دي. يعني انا شايفه ان ده حاجه كويسه، يعني حاجه ايجابيه. طيب الفترة اللي جاية في يعني خطط جديدة هنشوفها في مجلة علاء الدين؟ والله أنا برضو يعني مشجعة أننا نعمل ورش فنية أكتر، وأننا نتواصل برضو مع المدارس أكتر، وأننا نعمل مهرجانات واحتفاليات زي اللي حصل. يعني احتفالية الليلة الكبيرة اللي عملناها لما استضفنا فرقة المسرح العراي كانت حاجة جميلة جداً، وكان ليها صدى ايجابي كبير جدا، لانه المسرح من الحاجات الجميله، مسرح العرايس من الحاجات الجميله الاطفال يمكن ما يقدروش يروحوه. فاحنا كانت فكره ان المسرح هو اللي يجي لنا، اوكي لو احنا مش قادرين نروح المسرح، نخلي الاطفال تروح المسرح. يمكن ظروف دلوقتي اختلفت، مصاعب الحياه تخلي الحركه اصعب، فنخلي المسرح يجي لنا. فانا يعني كنت سعيده جدا باستضافه الليله الكبيره، وكانت عملت صدى جميل. وبرده ممكن طفل الايام دي ملوش علاقه قوي بمسرح العرايس، يعني ما اعرفش قوي. برده كنت حريصه ان انا اقدم الليله الكبيره تحديدا الايقونه الشعبيه الجميله اللي كلنا بنفخر بيها، وان انا اكرم كمان مبدعيها. ودي حاجه اظن انها نالت يعني استحسان ورضاء كتير، يعني انا عملت صدى جميل. طيب يعني اخيرا معاكي يا استاذه ليلى، يعني حضرتك لو تعرفي بعض الانشطه اللي بتعملها المجله، مجله علاء الدين، واللي اي حد بيتابعنا دلوقتي سواء كان ولي امر او طفل نفسه ان هو يشارك في كتاباته في المجله دي وفي الانشطه الخاصه بيه، يعمل ايه ويتوجه لفين تحديدا؟ احنا عندنا الموقع حضرتك، يعني انا كتير قوي الاباء والاهالي بيتواصلوا ثرو الموقع او من خلال الموقع والفيسبوك. يعني ممكن يراسلونا، يعني انا كتير قوي برضو بتجيلي كتابات من ناس مش معروفه، او حتى اطفال بيقولوا احنا عايزين نكتب باراجراف، نكتب فقره، فبنرحب بيهم. انا يعني ده يعني حاجه بتكون نجاح لينا جدا، ان حد ناس ما يعني من مجرد بس المجله ما تعرفناش ونفسها تشارك، دي حاجه جميله، حاجه ايجابيه، وده نجاح للمجله. فممكن يتواصلوا معانا من خلال الموقع ومن خلال الفيسبوك، واحنا حاطين كل العناوين بتاعتنا على المجله. فاهلا ومرحبا بيهم، طبعا دي حاجه جميله. استاذه ليلى الراعي، رئيس تحرير مجله علاء الدين، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وصباح الخير. من الأخبار المهمة كمان معانا مشاهدينا، واللي بتأكد على دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، أكدت الدكتورة هويدة بركات رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بيحظى بحيز كبير ضمن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث الحالي لها. أكدت دكتورة هويدة بركات أيضا على أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللي بتساهم بتوفير أربع فرص عمل من كل 5 فرص عمل جديدة في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب المساهمة بنسبة تشغيل أكتر في البلاد منخفضة الدخل مقارنة بالبلاد مرتفعة الدخل، حيث بتساهم هذه المشروعات بحوالي نصف فرص العمل المتوفرة، ومضيفة أن القطاع الرسمي منها يساهم أيضا بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات الناشئة. النهاردة يصدر العدد الجديد من جريدة الأزهر، واللي بيحتفل بقرب حلول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل سنة وحضراتكم بألف خير، وبيشارك في العدد الخاص لجريدة الأزهر بالكتابة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. والجميل إن الجريدة جريدة الأزهر تم تخصيص صدر الصفحة الأولى لصفات ومكارم أخلاق الرسول الكريم بعنوان محمد نبي مكارم الأخلاق، ده طبعا بالإضافة للموضوع
الموضوعات المتنوعة اللي بتضم مقال فضيلة شيخ الأزهر بعنوان النبي الكريم علم الأمة الدعوة إلى الخير والحق والعدل والجمال وإسعاد الإنسانية. عنوان تاني بيحمل رؤية علماء الأزهر الشريف اللي أكدوا أن الاحتفال بمولد النبي يكون بالتحلي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. من أخبارنا الرياضية النهاردة في هذا الصباح، بيخوض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في 3:00 اليوم الخميس مباراة ودية أمام نظيره التونسي على استاد برج العرب الفرعي بحضور 5000 مشجع في إطار برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبيات 2020. وعقد شوقي غريب أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال المعسكر، تحدث من خلال الجلسة دي عن أهمية اللقاء وهدف الفريق منه، ومؤكد على ضرورة الفوز خاصة وأنها المباراة الأولى للفريق اللي بيلعبها في مصر، وبتحظى بمتابعة مسؤولي اتحاد الكرة والجماهير. وكمان عقد غريب أكتر من محاضرة فنية مع اللاعبين لتعرفهم بالمنافس ونقاط القوة والضعف فيه. واستقر الجهاز الفني للمنتخب على الدفع برمضان الصبحي في التشكيل الأساسي والذي سيبدأ به اللقاء، خاصة وأن الجهاز الفني للمنتخب الأول كمان سيحضر المباراة لمتابعة أكتر وأكتر من لاعب في المنتخب الأولمبي، على رأسهم طبعا رمضان صبحي. طيب بعد الفاصل هيكون معانا في الاستوديو ضيفنا الناقد الموسيقي الاستاذ محمد شميس، اللي هيكلمنا عن الالبومات الغنائيه الجديده اللي تم طرحها مؤخرا وتحليله للمشهد الغنائي في مصر خاصه في الفتره الاخيره. تابعونا. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. ويمكن الوسط الغنائي والموسيقي في مصر الفترة اللي فاتت يعني شهد الكثير من الألبومات، خاصة في يعني السنة دي 2018، وكمان كان في مهرجان الموسيقى العربية واللي اختتمت فعالياته طبعا مؤخرا. وخلينا أيضا كمان نتكلم عن الأغنية الشعبية في مصر أخبارها إيه وجمهورها أخباره إيه برضو. خلينا نتكلم على كل التفاصيل دي مع الناقد الموسيقي محمد شميس، واللي بنقول له صباح الخير يا محمد. صباح النور، ازيك؟ الحمد لله تمام. نتكلم الأول على الألبومات الفترة الأخيرة اللي شافتها مصر في السنة دي 2018، كان أخبارها إيه؟ يا عمرو دياب، شيرين، تامر حسني، يمكن دي كانت من أبرز الألبومات اللي احنا سمعناها الفترة اللي فاتت. في مصر كان عندنا عدد يعني كويس بالمقارنة بالسنة اللي فاتت. كان عندنا عمرو دياب، عندنا شيرين، عندنا تامر حسني، رامي جمال، أحمد زعيم، وكان عندنا إصدارات برضو من بلاد مختلفة، عندنا ليسا، عندنا نانسي، عندنا هيفا وهبي. بس يعني إحنا مصر الواحدة مثلا 100 مليون، فاللي إحنا بننتجه أقل من احتياجات الشعب بكتير جدا يعني، أو الجمهور. إحنا عدد الأغاني اللي بننتجها قليل جدا، وخصوصا كمان إن هي بتتكلم أغلبها في مواضيع معينة، الحب والفراق والهجر، وده احتياجات الشعب أكبر وأوسع من كده. يمكن ده اللي خلى مثلا بعض أغاني تامر حسني تعلم شوية، لأنها خرجت عن الكليشيهات اللي احنا دايما بنسمعها، الحب والفراق والكلام ده كله. صحيح. وتامر السنة دي كمان مختلف في كل شيء يعني. يعني اسم الغنوة بتاعته عيش بشوقك يعني ليها بعد اجتماعي، عامل أغنية تانية اسمها تمن اختيار برضو ليها بعد اجتماعي، تمشي على أكتر من يعني كل واحد ممكن يفسرها على حسب يعني الحالة اللي هو بيعيشها. كمان هو صور عدد كبير جدا من الكليبات، يعني قدم شكل لتسويق الأغاني بتاعته بشكل مختلف، بدل يعني الأغنية بتنزل وقتي على اليوتيوب بيبقى ليها يعني فورمات ثابتة كده، هو تامر عملها كليبات بحيث يبقى فيه تشويق أكتر ويجتهد اكتر بحيث ان هو يجذب مستمعين وشرايح اكتر ليه يعني. فده مختلف طبعا. لكن احنا في الحقيقه في النهايه يعني بيبقى عندنا برضو ازمه، ان مفيش الشعب عنده يعني
احتياجات تانية، احتياجات مختلفة. طبعا كل يوم بنحبه يعني، مش هنبطل حب، بس عندنا احتياجات تانية ما بيتمش التعبير عنها في الواقع اللي احنا بنسمعه. طيب انا يعني هخلي قصة الاحتياجات دي مدخل في ان انا افتح معاك قصة المهرجانات. يمكن المهرجانات، ومعرفش دي يصح يعني نقديا ان انا يعني اقول عليها اغاني مهرجانات ولا لا، بس انا بتكلم في حته الـ 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 الشكل ده، شكل المهرجانات في العالم الموسيقي والغنائي. هل ده اللي خلى الناس كتير او قطاع كبير من الناس تروح لانها تسمع المهرجانات بسبب عدم يعني سد فجوه الاحتياجات اللي انت بتتكلم عليها، ولا في اسباب تانية ان احنا مثلا ممكن يكون ذوقنا اتغير؟ ما بتكلمش بشكل عام، لكن البعض يعني عشان التعميم مخل، البعض مثلا ذوقه اتغير في الفتره الاخيره. وقع الاغنيه الشعبيه عندنا في مصر كاغنيه في الكولوريه زي ما احنا كنا عارفينها في التاريخ اللي فات اتغير، يعني القصه نبتديها منين بالظبط معاك؟ والله كل اللي انت بتقوليه صحيح. فكره برضو الذوق اتغير، انا ما بشوفش الذوق اتغير ولا حاجه، بس هي النفس البشريه تستحمل اكتر من ذوق مخ في يعني، ممكن انسان واحد بس يسمع كذا حاجه يعني في العربية. سيكولوجيا نفسيا هو مؤهل ان هو يقدر يستوعب اي طبعا يعني يسمع ام كلثوم عادي جدا وهو سايق، يسمع عمرو دياب ولو في فرح يسمع مهرجان، ويروح حفله لمطرب او مغني بيغني جاز او عادي جدا يعني، مش لازم يبقى هو بيسمع شكل واحد بس من الغنى يعني، طبيعي ان يبقى في اختلاف. ليه في مثلا الغنوه الشعبيه او المهرجانات هي اللي بتتصدر نسب المشاهدات ونسب الاستماع على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود وعلى كل التطبيقات، او حتى بنشوف الشركات الكبرى لما بتيجي تعمل حملات اعلانيه بتخاطب الشريحه دي بالشكل الموسيقي ده؟ لان في كذا حاجه. اول حاجه ان هي بتعبر عن المناطق الاكثر كثافه في مصر، اكثر كثافه سكانيه. كمان الغنوه الشعبيه بيبقى فيها حريه ان انا اقدر اخرج من فكره بحبك وبتحبيني، والاوريدي ده موجود، فهم عشان كده ما بيعملوهوش. هل نقدر نسميه غنى ولا مش غنى، او هو موسيقى او مش موسيقى فيما يخص المهرجان؟ يعني طبعا غنى. وبستغرب جدا من الناس اللي هي بتقول لا ده مش غنى، او في نوع من التعالي عليه. يعني هقول لك على حاجه، هو المهرجان ده هو راب. احنا لو جينا اصلا نفصص كلمه راب اللي هي كلمه من ثلاث حروف ار اي بي، هنلاقي الار ريزم اند بيوتري، يعني الشعر والايقاع. مفيش في الثلاث كلمات حاجه ليها علاقه باللحن، فهي اي كلام ليه قافيه وبيتقال على شكل ليه ايقاع فهو راب. عشان نخرج بس من جدليه هل هو موسيقى ولا مش موسيقى، لا موسيقى معترف بيها في العالم كله. نفس المنصه اللي بتقف عليها مثلا ادل في الام تي في بيقف جنبها امينيم وبياخدوا نفس الجائزه من نفس المهرجان، اكبر مهرجان موسيقى في العالم يعني. فهو شكل بس احنا بنتعامل معاه بتمصير، زي ما عمرو دياب مثلا ياخد شكل الموسيقى الهاوس ويجي يعمله في مصر ويدخل فيه حاجات شرقي، او تامر حسني زي ما عمل في تامن اختيار موسيقى الار ام بي وعملها بشكل يناسب ذوقنا وشكلنا المصري يعني وفهمنا الموسيقى. هل ده عيب يعني؟ طيب احنا ليه يمكن البعض بيتعامل مع قصة المهرجانات دي مش بشكل متعالي بقدر ان هو بيحس ان انت ما بتخليش الذائقة اللي موجودة او حالة التذوق الفني الراقية اللي موجودة جوه الانسان انها انت يعني ترتقيها او تترقى اكتر لمكان اكتر؟ لا ده هي بتنخفض، انت بتاخدها وبتنزل بسبب النوع ده. هل بتتفق مع وجهة النظر دي، ولا شايف ان هي لا ما بتلوث الذائقة بتاعت اي انسان او حالة التذوق الموسيقي اللي هو ممكن يقدر ان هو يستمتع بيها وهو بيسمع ام كلثوم بيبقى في أزمة او بيسمع يعني اي موسيقى تانية؟ نحدد ازاي يعني، مين اللي يقدر يقول ان ده الذائقة دي كويسة؟ الذوق العام، لان انت دلوقتي ما بتنزل اي شارع مصري بتلاقي ان المهرجانات هي المكتسحة. صحيح. وبتلاقي ان هي ايوه، ازاي نقدر نحكم بقى ان هي دي حلوه او وحشه يعني طالما هي عاجبه الناس؟ عشان الكلمات، مستوى الكلمات مش بيرتقي للمستوى المفترض. انا معاكي في موضوع الكلمات ده فعلا، وفي حاجات كثيره جدا بتبقى خارجه، بس الفكره هل ان احنا ازاي نعالج ده؟ اول حاجه لازم نبقى مدركين ايه هو يعني، ونسمعه ونشوف نفكر الناس دي بتفكر ازاي بحيث ان احنا نقدر نتعامل معاهم.
مش لازم يعني، يعني هقول لحضرتك على حاجه يعني، يقعدوا مع احمد مكي مثلا، احمد مكي فاهم يعني راب كويس جدا، اكتر حد خاصه ان كلماته بتبقى رائعه، فاهم يعني راب وفاهم يعني مهرجان، وقدم مهرجان قبل كده في المسلسل الاخير بتاعه اللي كان في رمضان مع فرقه اسمها المدفعجيه، وفاهم يعني ايه راب وفاهم يعني مهرجان وعارف ده ايه وده ايه، وهو خارج كمان من الطلبيه منطقه شعبيه وكل حاجه يعني ينطبق عليه كل حاجه عايزين نعرفها يجيبه نقعد نتكلم معاه، الناس دي بتفكر ازاي بتتكلم ازاي وبتاع، وابتدي انا كمؤسسات مهتمه بالثقافه احتوي الناس دي اعمل لهم كارنيهات بحيث ان انا اقدر بعد كده اساومه على لما يعمل حاجه خارجه يقول كلمه مش كويسه اقدر امنعه، لكن انا بتعامل مع مجهول ما اعرفش عنه شيء وهو كده كده بيكتسح مش كمان عشان خاطر هو بيقدم حاجه حلوه او بيقدم حاجه وحشه، دي حاجات نختلف ونتفق فيها، بس هي فكره الانتاج برضو الكتير والغزير يعني، احنا شفنا اتكلمنا على كم البوم نزل السنه دي، طبعا ممكن نكون سقطنا حاجات ما قلناهاش، بس طالما ما قلناهاش يبقى هي مش معلمه معانا، هتلاقي في المقابل اغنيه سنجل واحده من المهرجانات هي اللي كسرت الدنيا يعني، وكل سنه بيبقى فيه نمره واحد حسب كل التقارير بيبقى مهرجان بيختلف بقى المغني او اللي بيقوله يعني، السنه دي غير السنه اللي فاتت ليه؟ لان هم كمان بينتجوا كتير جدا جدا، احنا ما نعرفش نعمل لهم حصر قد ايه، لان هو الموضوع بسيط، هو بيجيب في بيعمل لوب او بيت يعني ايقاع وبيبتدي هو يركب عليه الكلام وبيسجله عنده في البيت وبينزله على النت من غير شركه ولا تدعمه ولا اي حاجه، والاغنيه بتنتشر على كده كمان، ان هم منتشرين جدا في موضوع الافراح يعني، اي حد ممكن يقفل الشارع عنده في منطقه، عندي مثلا في امبابه يقفلوا الشارع في تنجيد ولا في اي حاجه، ويجوا الناس دول يغنوا من غير اي مصاريف ومن غير اي حاجه، تبقى الاهالي واقفه في الشبابيك واولادهم واقفين تحت وكل بيسمع النوع ده من الناس. طيب خلينا احنا نتكلم بشكل نفسي شويه يعني، احنا لما جينا نتامل في الموضوع ده ليه الناس بتنجذب للايقاع في المهرجان والشكل او الستايل الموسيقى ده، الموسيقى دايما ليها تأثير نفسي مباشر جدا على أي إنسان بيسمعها، عشان كده احنا بنحاول نهرب من الواقع بتاعنا اللي فيه شوية حاجات كده مش لطيفة ممكن في بعض الأوقات من احنا نسمع موسيقى. ايه اللي بيحصل في المهرجانات؟ اللي بيحصل ان المهرجانات بتبقى هايبر شوية، فبالتالي بيحصل تفريغ للطاقة السلبية اللي ممكن يكون حاسس بيها أي حد من الجمهور أو المتلقي، فبالتالي بيهرب من الطاقة السلبية دي ويخرج كل الشحنات السلبية دي من خلال ان هو بيسمع الايقاع ده. صحيح. الايقاع اللي هو المتضارب والمتسارع واللي احنا بنشوفه دايما في المهرجان. مش شرط يكون اصلا فاهم بيقول ايه. بالظبط كده. حتى لو هو فعلا مش فاهم هو بيقول ايه. صحيح. وده اللي بيخلي ناس كتيرة قوي بتكون حتى مش فاهمة لغة الراب والكلمات، ولكن هي بتشد او بتنجذب للايقاع. صحيح. التيمبو نفسه. صحيح. طيب هل ده ممكن يخلينا ان احنا نستثمر نقطة الإيقاع دي في مصر، ونقدر إن إحنا زي ما أنت بتقول كده نعمل ورشة عمل ما بين الفنان مثلا أحمد مكي أو الناس اللي بتكتب كويس في مصر، ونقدر إن إحنا نوظف الإيقاع اللي هو بيشد يعني أذن الكثير من مجتمعنا المصري، في إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل أغاني ومهرجانات هادفة بس في نفس الوقت بنفس التيمبو والإيقاع اللي هو بيفرغ الشحنات السلبية اللي الناس نفسيا بتروح لها بشكل لا واعي. انا يعني في موضوع مكي ده انا ما اقصدش ان احنا نعمل ورشه يعني، انا اقصد ان احنا في ناس جوانا في الفن الوصف الفني قادره تفهم ده وقادره تتعامل معاه ومدركه ايه هو بتفاصيله يعني، انا بديك كمثال انا شايف التعامل مع الحاجات دي يتم اكتر بالنقاش، وزي اي حاجه يعني في الفن يكتب مقالات البرامج تقول رايها بكل صراحه، واللي شايف حاجه وحشه يقول ان هي وحشه، ونجيب الناس دي ونبتدي نتكلم معاهم، هم من خلال كلامنا بيطوروا من نفسهم، زي ما حصل مع اوكا وارتيجا اول ما طلعوا دلوقتي طوروا من نفسهم، ايقاعاتهم بقت اهدى نوعا ما، درسوا مزيكا، اورتيجا درس الموضوع ده وسافر امريكا وتعلم وجي عمل شكل مختلف حتى متطور، بيعمل دبل ستيب وبيعمل تراب وبيعمل اشكال بتتقدم بره، شاكيرا بتعملها وريكي مارتن، طبعا ما بقولش بنفس الجوده بس انا اقصد ان هو بيعمل بقى مدرك ايه اللي بيتعمل في العالم وبيقدمه باللي يناسبنا، كلماتهم بقت اخف شويه، ليه؟ لان هم فعلا برضو اتهاجموا بس اتناقشوا يعني، هم شباب في الاول والاخر لما بيعرفوا ايه اللي غلطانين فيه بيرجعوا يعني مش عايزين ان هم يقعدوا برضو في البيت وعايزين يشتغلوا،
فكرة التعامل النفسي، هل احنا يعني محتاجين نفهم ده؟ طبعا هم الناس بتخرج الشحنات دي في رقص موجودة في كل، يعني في حفلة عمر الناس بتروح بترقص على إيقاعات عمر، وبيبقى عامل نوعية من الأغاني اللي هي الإيقاعية السريعة اللي بتتناسب مع صوته ومع الألحان اللي بيقدمها، الموسيقى الإلكترونية بقى بمشتقاتها الهاوس والتكنو، وبيعمل ده تامر وبيعمل ده حماقي، وجمهوره هتلاقيه بالآلاف بيرقص عليها بشكل متشابه نوعا ما مع اللي بيحصل في الأغاني الشعبية. الشباب في المدرجات بيقولوا نفس الحاجات دي، بفكرة ان احنا نخرج الطاقة. الزهر بيحصل ده، الأغاني الصوفية بيبقى فيها حركة طبيعي، بيبقى فيه حاجات كده بتبقى محتاجة ان الواحد يخرج الطاقة من خلال الذوق اللي هو بيقدمه. بس احنا محتاجين نسمح للناس نستوعب كل الأشكال الموسيقية بما فيها الأندر جراوند وبما فيها، بحيث ان يبقى السوق احنا 100 مليون محتاجين ان احنا نسمع اشكال مختلفة، يبقى عندنا حاجات تانية بنتكلم فيها مع الحب. يعني خلاص الحب ده احنا بقالنا من قبل ما انا اتولد بعشرات السنين واحنا بنتكلم في نفس المواضيع، وبالتالي برضو الشعراء بيبقى عندهم ازمة ان هم يلاقوا كلمة جديدة او معنى مختلف، فاحيانا بنحس ان الحاجات كلها بتبقى شبه بعض. السنة دي في ناس بتحاول تكسر ده، يعني شيرين عملت حاجة بتعبر عنها بشخصيتها، بنلاقي اغاني الافيه كلمة مثلا مختلفة، عشان محاولات كلها في اطار ان احنا نحاول نعمل حاجة مختلفة عن اللي كنا بنسمعه قبل كده. طيب انت شايف ان موضوع الكلمات ده اللي موجود في المهرجانات تحديدا هو ده اللي بيجذب اكتر، ولا قصة الايقاع اللي انا كنت بتكلم فيها من شوية؟ ده الايقاع، الايقاع هو اللي بيجذب مش الكلمات، ولا يعني الكلمة نفسها غريبة او تشد فبالتالي انا هسمعها؟ لا انا شايف ان هو الايقاع طبعا، لان هو كل الناس بترقص عليه بمختلف طبقاتهم الاجتماعية. غير الإيقاع كمان فكرة إن اللي بيغني مهرجان ده، يعني أنا بتكلم بوجهة نظر الراجل اللي ساكن أو الشاب اللي ساكن في منطقة شعبية، أنا بشوف واحد لابس زي بيتكلم زي نطقه زي نطقي، لو من اسكندرية بيقول نزل ما بيقولش نزلت، وبشوفه نجم وبشوفه بينجح، زي مثلا احنا كما شباب بتتعلق بمحمد صلاح، احنا عندنا حد بيلعب في الدوري الانجليزي وفريق كبير، ده واحد وشبهنا. مننا وشبهنا فطبيعي بنحبه، سواء بقى بنفهم كوره ما بنفهمش كوره، بس احنا بنحبه عشان الحاله دي، هو شبهنا. زي ما عمرو دياب اول ما طلع كان شبه الجيل اللي طالع بتاع الفئه وقتها الاكثر كثافه اللي هم كانت الطبقه المتوسطه، كان ده شكلها، فانجذبوا ليه ما انجذبوش، فضل برضو اللي بيلبسوا بدل واللي بيغنوا غنى كلاسيكي موجودين ولسه مستمرين لحد الوقت ويفضلوا موجودين، ان احنا بنستوعب كل الاشكال الموسيقيه وبنبقى محتاجين ليها. بس ده ليه اللي فرق ان هو شبه الاغلبيه؟ فده طبيعي جزء منه ان هو في حد زينا بيتكلم نفس كلامنا، عنده نفس افكارنا، لغته زي لغتنا اللي احنا بنقولها في الشارع واللي بنقولها في الناصيه، زي ما ميكي برضو كان بيقول وقفه ناصيه زمان والكلام ده، بيعبر عننا وبيطلع. نفس الكلام برضه على محمد رمضان بالمناسبة، يعني بيحقق ده ليه في السينما؟ لأن هو شبه قطاعات كتيرة جدا برضه في شكله وفي طريقة تعامله مع السوشيال ميديا وحتى في المواضيع اللي بيقدمها في السينما. شايف حالة التنوع اللي موجودة في مصر دي يعني حالة صحية ولا مضرة بالذوق العام في مصر؟ يعني احنا كنا في مهرجان القاهرة السينمائي بتلاقي قطاع كده من الجمهور هو رايح وعشان يسمع نوع من أنواع الموسيقى الكلاسيكية أو الحديثة بشكل أو بآخر وفي إطار معين. في ناس بتيجي ومستنية كل سنة ألبوم عمرو دياب والألبومات تانية لفنانين تانيين، شيرين، تامر حسني، الناس دي كلها. وفي قطاع تالت خالص هو بيستنى الأغنية السنجل للمهرجان اللي بتكون على الساوند كلاود او على اليوتيوب او ايا كانت الوسيله. شايف حاله التنوع اللي موجوده في الجماهير في مصر دي حاله صحيه للمجتمع المصري؟ بتفيد الذوق العام ولا بتعمل نوع من انواع التشويش في تحديد حاله معينه في السماع الموسيقي في مصر؟ ده انا شايف ان هي صحيه وفي العالم كله صحيه بالمناسبه، يعني بس احنا نتعامل معاها ان هي ظاهره صحيه زي ما بنتعامل مع اي ظاهره، يعني زي ما بنتعامل برضو في الأغاني اللي هي نطلق عليها مثلا موسيقى البوب اللي هو بيغنيها
المطربين يعني عمرو وتامر وشيرين وحماقي وسميره لما الناس مثلا بتحس ان في حاجه مختلفه بيناقشوها، بيتكلموا مع الفنان وكده. بس فكره ان احنا نخاف على الشارع ونقول ان ده هيضره او ما يضروش، انا شايف ده مش صحيح، وفي تقليل كمان من اختيار الناس وذوقهم. وزي ما قلت حضرتك في اول الحلقه خالص، النفس يعني تستحمل اكتر من نوع واكتر من شكل يعني. احنا حتى لما بنيجي نعمل فيلم ما بنطلعش ابطال الفيلم كلهم على نفس الدرجه، يعني ما بنطلعش مثلا فيلم كلهم كل الناس فيه دكاتره، ولا كلهم مثلا مهندسين، لا طبعا، ولا كلهم لعيبه كوره، ولا كلهم مثلا عمال. لازم بيبقى في تنوع، ان هو ده التنوع ده. حتى لما بنيجي نعمل برلمان بنلاقي المحافظات وكل منطقه بيبقى ممثل فيها حاجه، فطبيعي ان التنوع ده يبقى موجود. بس في حاجه اسمها لما يحصل خلل انا باخد المجتمع واطلع بيه، اطلع بيه ده مفهوم ان انا ارتقي بيه. صحيح. طيب انا ازاي هرتقي؟ معاك. هرتقي بالمجتمع لو في بعض الشخصيات بتوظف الدور الموسيقي عندنا في مصر كدور ناعم وقوي جدا، ان هو بيحسن وبيرتقي بالذوق ده. انا محتاج انتج من ناحيه الكلمات والحاجات اللي هي انتج كتير جدا. اللي احنا بنتكلم فيه يعني احنا ما عندناش حد بينزل ألبوم كل سنة غير عمرو دياب بس. بس يعني تامر ما بيعملهاش، شيرين ما بتعملهاش، حتى في البلاد العربية إليسا ما بتعملهاش، نانسي ما بتعملهاش، سميرة سعيد ما بتعملهاش، محمد منير بقاله كذا سنة ما بيغنيش، هاني شاكر، أي حد، حتى شباب لسه طالع جديد، محمد محسن، رامي جمال. صعب إن أنا أطلع ألبوم كل سنة، لان كمان ليه صعب ماليا ولا صعب ان الناس تستحمل ان كل سنه نفس الفنان ينزل البوم؟ لا طبعا مش صعب، لان عمرو دياب ما بينزل كل سنه وبينجح كل سنه وطول عمره بيعمل كده. في مرحله الالفينات كانت كل سنه بنسمع فنان، لحد ما النت يعني دخل كل بيت، واحنا ما قدرناش نسيطر على فكره ان نخلي المنتج يكسب. وبقى الاغاني تتعمل بالمجان، ومش قادرين نسيطر على الموضوع ده، فالناس بقت تخسر، فبالتالي الانتاج قل، فحصل الفجوه اللي حضرتك بتتكلم عليها. لكن طول عمر الاغاني موجوده، وطول عمر يعني الشعبي موجود، وطول عمر في حاجات بتطلع في النص كده تخض الناس، كل ده موجود. احنا ازاي نعمل ده؟ ننتج بقى كتير، نحاول بقى نخلي المنتجين يكسبوا، نحاول نخلي يعني نهتم بقى بالصناعه ذات نفسها، بحيث الناس تنتج اكتر، فيبقى عندنا نوع من التوازن، ما نحسش ان في الفرق الكبير قوي ده، فالناس فعلا تتخض. طيب احنا لو اتكلمنا بلغه السوق، ايه اللي يخلي اي منتج بيتابعنا دلوقتي ينجذب لبعض الامور الثانيه الجديده في مجتمع مصر عشان يقدر ان هو ينتج لفنانين؟ هل ان عشان الدنيا يعني زي ما انت قلت كده السوق بقى غالي جدا فبالتالي قل الانتاج، ولا عشان احنا برضو ما عندناش فنانين جدد ممكن ان هم يكونوا جم على الساحة في الفترة الأخيرة؟ يعني دايما احنا عندنا شوية أسماء كده هم دولت اللي واخدين السوق من ناحية الجذب الجمهوري، لكن في بعض فنانين جدد احنا لسه ما بنسمعش عنهم حاجة. شايف دي برضو نقطة ممكن نتكلم فيها، ولا ايه النقاط اللي احنا ممكن نخليها تبقى جاذبة للمنتج المصري ان هو ينتج اغاني تانية كتير؟ لا انا مش شايف ان احنا محتاجين اصوات جديدة، يعني احنا لا قصدي مش شايف ان احنا ما بنطلعش اصوات جديدة، بالعكس احنا عندنا دايما، يعني حتى في برامج اكتشاف مواهب وبيبقى عندنا مجموعات بتطلع كل سنة، بس هي بتيجي في الاخر نقف عند فكرة ازاي نعمل البوم، ما بنلاقيش بقى اللي ينتج الموضوع ده، والمنتج برضو معذور لان هو بيخسر. لازم نسيطر على موضوع النت ده، يعني لازم المنتج يكسب. طب نعمل ايه؟ يعني اصل النت ده بقى واقع، يعني ما نقدرش ان احنا يعني نغيره. المواقع يعني اي موقع بيحمل الاغاني ببلاش تتقفل على طول. بشكل واضح يعني. وكمان يعني حتى المغنيين الكبار ابتدوا يقللوا من تكلفه الاغنيه نفسها، ما بقيناش يعني ما بقاش يجي فرقه كبيره في الاستوديو تعزف، بيبقى الاغلب ببرامج الكمبيوتر والتوزيع الموسيقي وبتاع. والله بس اللهم هي مثلا هيلعب سولو وجيتار بتاع هيعمل وتريات في حته معينه، ده كمحاوله برضو بيحاولوا يقللوا النفقات عشان برضو الموضوع مش مربح يعني، فده اللي بيخلي كمان المنتج ما يغامرش، فبيلعب على المضمون. طيب ما هو التسريب ده او الانترنت مش موجود بس في مصر، يعني حاله التسريب دي هي موجوده في العالم كله. اللي بتحصل للالبومات
بين كل فترة والتانية. لكن احنا بنشوف بره ان الناس بتنتج عادي جدا وفي نفس الوقت ده، بس برضو الموضوع قل، ما بقاش فيه يعني ريكي جلاسياس مثلا ما بقاش يعمل ألبومات، بقى يعمل سنجل كل كام شهر. ريكي مارتن نفس الكلام، شاكيرا برضو بتقعد تعمل سنجلات، نزلت ألبوم بس كان برضو عدد أغاني قليلة، 8 أغاني. ففي العالم برضو لا، في أقل برضو مش زي زمان. الموضوع برضو مؤثر، بس هم عندهم بقى فكرة ان انا اقدر مسيطرين على الموضوع، يعني زي ما يقدروا يمنعوا اي موقع مثلا يقول تحريض على اي حاجة، يقدروا يمنعوا اي حد ويبقى فيه يعني شك قانوني لو حد مثلا بينزل حاجة اغنية من غير حقوقها بيمسحوها. احنا محتاجين بقى نشتغل في الموضوع ده، ده ازاي انا ما يعني سيطرة عليه دي مش شغلتي، بس انا اقدر يعني ما اقدرش اقول تعمل ازاي، بس هو ده الحل ان الناس تنجح. فلازم اسيطر على موضوع النت ده، لحد دلوقتي في مواقع بعينها الناس كلها عارفاها بتخش بكل سهولة تحمل الاغنية، ومواقع بيجي لها اعلانات وبتكسب فلوس كتيرة جدا ويعني يبقى لسه مثلا تامر حسني نازل الصبح بعديها بأقل من نص ساعة اسمع الالبوم كامل، طب ما الراجل هينجح ازاي؟ فعشان كده نلاقيه مثلا بيروح على اليوتيوب يحاول يعمل كليبات ويدفع فلوس كتيرة، وهو المنتج بالمناسبة لان ما فيش شركة وافقت ان هي تخليه ينتج، يعني يعمل كل اغنية في الالبوم يعمل لها كليب مختلف بفريق عمل مختلف. ده طبعا انتاجيا كان صعب، بس هو بيراهن على جمهوره ان هو هيبقى حتى لو موجودة معاك على الموبايل او على بتسمعها في الفلاشة في العربية او في البيت، فانت ممكن تحب تشوفها صورة. فبالتالي هو يكسب من قناته الرسمية من فلوس عدد المشاهدات والإعلانات والكلام ده. فده واحد بيفكر فكر مختلف. عمرو مثلا ما بيفكرش الموضوع ده قوي، ليه؟ لان هو كده عنده الشريحة بتاعته، جمهوره نوعا ما فاهم يعني ان انا لازم ادعم الفنان بتاعي، فبيبقى برضو بيحمل الاغنية وبينزل يشتري اول ما السي دي ينزل، يعني ان هو عايز عمرو يستمر فلازم ينزل يشتري ولازم يروح يدعمه في الحفلات ولازم عشان فاهم ان هو لازم يكسب، فعشان كده هو كل سنة موجود. باقي المغنيين ما عندهمش ده، وبرضه بتبقى حاجات يعني احنا لو انا بقول لك على تامر او بقول لك على عمرو او بقول على اي حد بتلاقيها في النهايه حاجه فرديه، ما هياش حاجه نظام مؤسسي، يعني ما عندناش اللي قاعد بيدير الموضوع ده ويفكر للفنان. هو الفنان المفروض دوره ان هو يغني وخلاص، يعني يختار بس فيما يخص الكلمه واللحن والتوزيع والشكل اللي هو هيقدمه. مش مطلوب منه الصراحه كمان ان هو يبقى قاعد يفكر انا والله شكل انتاج هيبقى عامل ازاي، اسوق لنفسي ازاي. المفروض دي ما يخشش في الحاجات دي يعني كلها عشان يعرف حتى يبدا وما يبقاش مشوش. طيب لو احنا يعني استبقنا الاحداث كده زي ما بنقول، والفتره اللي جايه شفنا ان ما فيش البومات كتيره وفعلا الفنانين بداوا ان هم يشتغلوا في يعني في حته اللي هي السنجل، الاغنيه السنجل، ده شايف صالح للسوق الغنائي في مصر ولا ضده؟ لا ضده طبعا. علشان يعني في المفروض الالبوم ده بيبقى حاله موسيقيه مكتمله، ما مش مجرد غنوه بتعبر عن حاله وخلاص يعني. فلما انا بنزل غنوه فانا بفقد المستمع فكره ان هو يسمع في خط غنائي موجود في الالبومات من اول الغنوه لاخرها، من اول قصدي الالبوم لاخره في كل غنوه، ده مش هيبقى موجود. فانا شايف طبعا حاجه سلبيه. بس في احيانا الناس مش احيانا، هو دلوقتي بيلجأوا لده، يعني هيفا طريقه نزولها الالبوم الاخير كانت بتنزل اغنيه كل 5 ايام، يعني مثلا تقول بحيث ان كل اغنيه تاخد حقها من الانتشار. وبتقول ان في شايف ان دي طريقه كويسه؟ عمرو كان عامل كده يعني على حسب، يعني مع هيفا مثلا كانت طريقه كويسه، مع عمرو دياب كانت طريقه سيئه. ليه؟ رغم ان هي الاثنين تقريبا نفس الطريقه، بس ده اسبوع ده 5 ايام او 4 ايام. ليه؟ لان عمرو اختلاف الفنان بيفرق؟ اختلاف منهجهم. يعني انا بسمع عمرو دياب لان هو البوم مترابط من اوله لاخره، في حاجه معينه موسيقيا هو عايز يقولها، حتى هو لما بيجي يختار الاغاني بيختارها على حسب السرعات وحاجات ليها علاقه. بس احنا شفنا تنوع. طبعا يعني لازم نشوف تنوع ده. بس انا لما باجي اسمع غنوه في لوحدها فانا بتعامل مع الغنوه لوحدها كحاله خاصه، ما ببقاش عارف اللي قبلها ايه، ولا يعني ببقى عارف اللي قبلها بس ما ببقاش عارف اللي بعدها ايه. طب كل اغنيه حاله خاصه، بس في ألبوم عمرو لا، بتبقى حالة خاصة بس في شكل في النهاية في الألبوم، حتى ترتيبه هو للأغاني بيفرق. يعني أنا لازم أول أغنية في عمرو دياب احنا حافظينها كده بقالنا، هو عنده 31 ألبوم ما شاء الله. فأول أغنية لازم تكون أغنية إيقاعية،
على حسب موضه السنه، السنه دي لاتن فبتبقى لاتن هاوس، بتبقى هاوس ار ام بي كده يعني. الاغنيه الثانيه بتبقى اغنيه يا اما مقسوم يا اما اغنيه هاديه سلو، وبعد كده يعيد بقى المواضيع دي. يعني يفضل ماشي الالبوم بالترتيب ده، ترتيبات الايقاعيه دي ليه طريقه معينه، بحيث ان انا اسمع الالبوم ابقى انا خدت وجبه مزيكا مختلفه. فانا بس انت بتسمعها كده كناقد يعني، خلينا برضو ان احنا نكون لكن كجمهور بالنسبه له هو بيعيش الحاله بتاعه الاغنيه الفرديه دي. طب انت هو بيشوفها كده. لو احنا لو بنتابع السوشيال ميديا حتى على صفحات عمرو الجماهيريه والمجموعات الجروبات، كان في ناس عندهم اعتراضات كتيره جدا على طريقه النزول دي، لان هم فقدوا متعه الالبوم، متعه الصدمه بتاعه عمرو اللي بينزل بيها. ممكن عشان هم مش متعودين على كده من عمرو دياب. ممكن يكونوا عشان مش متعودين. انا بشوفها كمان وحشه هو ليه في ايه، ان هو بيخلي جمهوره، لان كمان جمهوره مختلف يعني يعني بيسمع كمان بره كويس، فبيقعد يفصل الغنوه نفسها، بيقعدوا يناقشوا الموزع، يعني الموزع اسامه الهندي اللي هو موزع اكتر اغاني في الالبوم اللي فات، الراجل نزل بيان يتناقش في تفاصيل الاغاني وليه هنا استخدم السولو ده وليه هنا مع الجمهور، لان جمهور مثقف وبيناقشه في كل حاجه. يعني فاهم وعارف هنا ايه ونوع المزيكا ده، انت ليه عملته كده وما عملتوش كده، فالراجل نزل بيان توضيحي ليه عمل ده ومين كان اختيار ده المطرب ولا كان اختياره هو في الشكل الموسيقى ده. فجمهور عمرو مختلف، فلما بينزل يسمع حاجه واحده واحده بيقعد يفصلها ويقعد ينقدها. وفي ناس بتنزل ده، يعني انا ما بقولش ده والله مش عشان انا بعمل ده، في غيري ناس حتى من الصحفيين ناس شغله يعني هوايتهم المزيكا بيقعدوا يحللوا الموضوع ده وبيكتبوا على صفحاتهم الشخصيه وبتعمل شير وبيحللوا الالبوم، فده بيخلي اسهم النقد موجهه للاغنيه سنجل اكتر. فعشان كده بقول لك مع عمرو اضره اكتر. طب من مثلا هيفاء وهبي لا ما اضرهاش خالص، لان في زي في حل التشويق كمان، لان هيفاء السنه دي مجدده عن اللي كانت بتنزله قبل كده. يعني حتى في الاغاني ابتدى يبقى ليها حتى مدلول اجتماعي، يعني كانت عامله اغنيه اسمها اجمدي بقى يلا انت، وهي بتتكلم يعني عن بنات ما بتبقاش يعني ضعيفه وان هي تعتمد على نفسها، يعني بتحاول برضه. ممكن شفنا الحاله دي في البومات اليسا تحديدا، اليسا برضه بتعمل ده، وطبعا سمير سعيد هي استاذه طبعاً الحاجات دي طبعا، وليسا بتعملها بشكل، بس هيفا بقى بتعملها بالشكل اللي هو الخفيف اللي بيتناسب مع شخصيتها وصوتها والايقاعات حتى اللي بتعملها والاستعراضات اللي بتقدمها، فهي بتقدمها بشكل مختلف عن اليسا وعن كل حد بيقدمها حسب لونه. يعني حتى شيرين السنه دي برضو عامله حاجه زي كده، ويمكن شاركت كمان جمهورها في اختيار اغنيه محدده، كانت يعني يمكن حركه جديده ما شفناهاش قبل كده في السوق الغنائي في مصر. ما انا بقول لك زي ما قلنا ان الفنان دلوقتي بقى يعني بيفكر ازاي يجذب المستمع اليه بطرق مختلفه. فنلاقي عمرو يعمل سنجلات، نلاقي تامر عمل البومات يعني بينزل كليبات على اليوتيوب، بنلاقي شيرين بتحاول تخلي الجمهور يشاركها في اختيار اسم الاغنيه، بنلاقي سميرة سعيد لما بتيجي تعمل سنجل فبتلاقي بتاخد مثلا زي افيه تقوله وتشتغل عليه، فكل حد بيحاول يعمل حاجه مختلفه علشان يصح السوق يعني. انا عايزه برضو اتكلم معاك في انتشار الاغنيه، يعني انتشار الاغنيه ووسيله انتشار الاغنيه دي مهمه جدا. ايه اللي بيخلي سوق المهرجانات في مصر انها تنتشر؟ جمهور السائقين. صحيح. احنا بنتكلم في حته المواصلات، سواء كانت ميكروباصات يعني ولا توك توك. صحيح. يمكن دولت اكتر وسيلتين مواصلتين يعني بتكون موجوده في، يعني الاتوبيس النقل العام ما بنسمعش قوي ان هو بيشغل مزيكا يعني، لكن احنا دايما بنسمع واحنا كده يعني بنعدي حتى في الشوارع بنسمع الميكروباص او التوك توك هو اللي مشغل الاغاني او المهرجانات دي. هل بتتفق يعني من الملاحظه دي ان فعلا ده اللي بيؤدي لانتشار المهرجانات؟ اصلا مفيش حد هيبقى على الفيسبوك او على اليوتيوب هيلاقي مثلا ترند مهرجان شعبي فبالتالي ممكن يسمعه، يعني الترند ده عشان يتعمل اصلا هيبقى من مين اللي سمعه، يعني الجمهور ده تحديدا. هل انا محتاجه انا في مصر ان انا اشتغل على الشريحه دي، شريحه السائقين عشان المواصلات، عشان بالتالي شوف كام واحد بيركب ميكروباص، شوف كام واحد بيركب توك توك، يعني كمان مش في الحتت الشعبيه بس، يعني هي منتشره في شوارع مصر كلها. هل ده بيبقى ليه تاثير مباشر على طابع الجمهور في مصر؟
ليه طبعا تأثير مباشر. لو أنا قاعد بسمع حاجة يعني أنا مجبر إن أنا أسمعها لأن السواق هو اللي مشغلها وأنا قاعد معاه فبسمعها، لكن هل إن أنا لما أسمعها دي أحبها؟ ده بقى لو هي إن أنا حبيتها يبقى هي كويسة، في هنا فن وبتاع. ليه أصلا سواقين التكاتك بيشغلوا النوع ده من الأغاني؟ هم بيشغلوش ده كمان، بيسمعوا عباس وبيسمعوا طارق الشيخ وبيسمعوا كان زمان حكيم محمود الليثي، لا ومازال يعني حكيم، وليه بقى واحمد شيبه دلوقتي؟ لان نرجع بقى هنا لموضوع الكلمه مش الايقاع، يعني الايقاع ده في بص هو انا يعني بتفق، يعني حتى كمان كان في بعض الاراء النقديه ان ما فيش حاجه اسمها لحن راقي ولحن يعني في يعني قليل من الرقي من الرقي هو اللحن لحن، لكن هي القصة كلها بتتحدد في طبيعة الكلمات. صحيح. يعني مفيش لحن مخل ولحن قيم، هما الاتنين ألحان حاجة بدون كلمات، لكن القصة كلها بتتحدد في طبيعة المحتوى والكلمات. فده ازاي نقدر نتحكم فيه؟ يعني الأغنية الشعبية ساعة حكيم كان بتبقى مكسرة الدنيا والناس بتسمعها جدا، بس ما بتحسش ان هي خارجة عن الحياء يعني. فده هي دي القصه كلها. مثلا هو العباسط حموده بيقدم حاجه خارجه عن الحياء، ولا طارق الشيخ موضوع مثلا، ما هو نفس القصه برضه. يعني السنه اللي فاتت 2017 هنيجي نشوف اغنيه مرايتي بتاعت عبد الباسط حموده دي اللي هي لسه من كام سنه ما هي كسرت الدنيا برضه. يعني انا بقول لك فيما يخص نتائج البحث بتاع جوجل ده التقرير الاشمل اللي بيدخل كل الناس على كل المواقع، اكتر غنوه بحث عليها المصريين السنه اللي فاتت 2017 اغنيه الكيف طارق الشيخ وكايروكي، يعني فيها ميكس بين الروك والموسيقى الشعبي، ويخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك. في ناس كتيرة جدا بتعاني من موضوع يعني بيشربوا السجاير والكلام ده أو المخدرات ونفسهم يبعدوا عنها، موجود ده في المناطق الشعبية، موجود ده عباسة حمودة الشارع اللي كان مليان كله حنان حب وحنان اتغير مع كل الناس بتحس بالموضوع ده. قصة الصراع ما بين الإنسان والشيطان، يعني ما هي دي فكرة صح. كويسة جدا، بس هي طريقة تقديمها بس مش أكتر. طريقة تقديمها لأن زي هنرجع تاني لنفس الموضوع، إن إحنا بنحتمل كل الأذواق يعني، بس الأكيد إن الناس بتنجذب للأغنية اللي فيها اختلاف شوية عن فكرة بحبك وبتحبيني في الفترة الأخيرة. بقى لنا أكتر من سنة، يعني بقى لنا حوالي 10 سنين موضوع الاغاني الشعبيه، موضوع الحب ده شغلك قوي يعني، يعني بنسبه ان هو طبعا بس هو ده اللي بيتصدر. بس خلي بالك ان ده كان من زمان، من ايام ام كلثوم وعبد الحليم، كان هو اللي كان بيتصدر السوق الغنائي والذوق الغنائي في مصر، موضوع الحب والاشتياق والشوق. يمكن هو بيعبر عن ايه الصندوق الاسود. عندي راي مختلف في الحقيقه، يعني يتصدر الاذاعات يتصدر التلفزيون، لكن الشارع لا. الشارع كان عدويه، اول حد يبيع مليون نسخه احمد عدويه زحمه يا دنيا زحمه. اول ما عملهاش لعب حليم وما عملهاش ام كلثوم وما عملهاش عبد الوهاب. ليه؟ نفس اللي احنا بنقوله دلوقتي، وهي اول يعني من اكتر الاغاني اللي يعني فتحت فكره العالم. الجيبسي كينج غنوها وترجمت باكتر من لغه وانتشرت في العالم كله، وهاني شنوده عشان كان عامل فيها فكره الايقاعات، نقل الغنوه الشعبيه، حط فيها الدرامز وحط فيها البيز جيتار والكلمات اللي هي كان ليها واقع اجتماعي، الناس كلها كانت بتعاني من الزحمه، وكان عندنا السوق كله بيقول برضو بحبك وبتحبيني، فطلع حد قال زحمه يا دنيا زحمه زحمه وراح والهوا. وساعتها كان في نقد كبير جدا اما اتذاعت الصح ده حنبو في الاذاعه المصريه. صحيح. يعني انا بس بقول لك الواقع برضو كان عامل في برضو ازمه، محمد فوزي مرضوش يعتبروه في الاذاعه كمطرب واعتمدوه كملحن، وعمرو دياب رفضوه مرتين. فده طبيعي هنلاقيه موجود طول الوقت، وعبد الحليم برضو عانى عشان يعتمد في الاذاعه، فده هنلاقيه دايما موجود طول الوقت، ان هي فكره الجديد. الجديد دايما اول ما طلع بيبقى فيه زي فكره يعني اصولي، او احنا دايما بيبقى عندنا حنين دايما ان الماضي ده هو اللي احسن، الماضي ده بتاع زمان هو اللي، او ان احنا نشتغل في المضمون زي ما بنقول يعني. يعني بس الدنيا برضو دايما عايز حد زمان شجاع. الدنيا ما كانتش يعني، احمد رجب كان عامل كتاب اسمه الاغاني الارجباني، كان ماسك كل الاغاني اللي كتبها كل الشعراء العظماء من اول ام كلثوم لحد ما وصل لحد رشدي، ويعني بكتابته الساخره كان بيناقش فكره الاغاني للعزول والرموش والخدود، وكان مقسمها حتى ابواب، ده علم الرمشولوجي وعلم مش
وكان يعني في لا كان في نقد برضه بيقدم للكلام ده، هو كان شايف ان ده ما بيعبرش عن كل الواقع، بس كان شايف ان ده موجود ومهم ولازم يتقال، بس ان احنا نسمح لاصوات تانية وحاجات تانية مختلفة. انا ما بقولش ده ان حتى ان احنا نصدر الشعبي او المهرجان، بس يعني ما هو في هو لون جديد على اللون الشعبي، يعني هي دي القصة كلها اللي احنا بنتكلم فيها. المهرجان هو لون مختلف عن اللون الشعبي، يعني ايام احمد عدوية يعني كان في موال، الموال نفسه كان بيتطعم من خلال اطار الاغنية الشعبية، لان الراب انتشر في العالم كله في الفترات في الفترة المؤخرة، يعني ما كانش موجود قبل كده، ايام عدوية ما كانش فيه راب. فهو زي يعني زي ما طبيعي الموسيقى بتتغير في العالم كله، ما احنا يعني نمرة 2 في السنة اللي فاتت برضو ديس بسيطه في نتائج البحث في مصر، يعني وهي الاولى على العالم، فاللي بينجح بره بينجح هنا. انا بقول لك دي قصه الايقاع، يعني يعني اكيد يعني ناس كتير قوي مش فاهمين اصلا الكلام اللي بيتقال، بس هما ايه اللي بيجذبهم لديسباسيتو؟ الايقاع. لا الايقاع والكلام برضو، الناس بتناقش بتجيب الكلام وبترجمه وبتشوفه، لكن هي اللي انا اقصده في ايه؟ ان اللي بينجح بره ينجح هنا، فطبيعي لما الراب يبقى منتشر بره طبيعي ان احنا نلاقي المثيل للمصري موجود عندنا في المجتمع، ما نبقاش منزعجين. طبيعي لما نسمع حد بره بيغني ميتال، فطبيعي ان احنا نلاقي برضو ناس بتغني في مصر ميتال، لان الذوق الانسان واحد واحتياجاته واحده. بيختلف تعبيرنا، كل واحد بيبقى ليه الحته اللي بتميزه، لكن طب ما عمرو دياب اغانيه ليه بتترجم في العالم كله؟ عنده 260 غنوه من مترجمه بكل لغات العالم تقريبا. ليه؟ وبنسمعه في انجلترا وبنسمعه في اسبانيا في كل حته، وفي اليونان ولغاتها احنا اصلا حتى ممكن ما نكونش نعرف عنها حاجه. هو ده اللي بقول لك عليه، يعني حتى بينجح. مع اختلاف اللغه احنا يعني لأن طبيعه الموسيقى في العالم كله واحده، هو او الانسان نفسه يعني بينجذب للحن والايقاع، يعني الايقاع تحديدا هو ده اللي بيبقى يعني ليه نقطه جذب قويه جدا في اي اغنيه في العالم. يعني ناقد الموسيقي محمد شميس، انا بشكرك شكرا جزيلا على التفاصيل دي، ويعني يا رب فعلا يكون الحوار يكون مثمر للمشاهد، خاصه ان الفتره الاخيره حصلت ضجه في الاراء. صحيح. الاغنيه الشعبيه جرى لها ايه في مصر، وايه حكايه المهرجانات اللي حصلت دي؟ طب هي فعلا بترتقي بالذوق العام ولا بتقل منه ولا الكلام ده كله؟ يعني حاولنا في الفقره دي ان احنا نساعد حضراتكم ان احنا نتشارك في الحوار اللي بيدور في اذهان اي حد فينا وهو بيتلقى سماع المهرجانات دي، وقد ايه هي بتكون مؤثره بقى سلبيا ايجابيا في الشارع المصري. يعني ده اللي هنشوفه، مش دلوقتي، هنشوفه بعد سنين جايه في الواقع القريب. بعد الفاصل هنتكلم عن الاستعدادات لمهرجان القاهره السينمائي الدولي واللي هيفتتح دورته 40 يوم 20 نوفمبر الجاري، واللي هتكرم الفنان الكبير حسن حسني، وهتقام بمشاركه 7 افلام مصريه في مختلف مسابقات المهرجان، وهيكون معانا في الاستوديو ضيفنا الناقد السينمائي محمد كمال. تابعونا. صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. ومن الفعاليات السينمائية المهمة اللي بيتم التحضير ليها خلال الفترة دي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 40، واللي هتنطلق يوم 20 من نوفمبر. الحدث السينمائي الأهم في مصر والمهرجان الدولي الأعرق في المنطقة العربية، واللي هنشوف فيه مجموعة من أفضل إنتاجات السينما العالمية. طيب خلونا نتكلم أكتر عن فعاليات المهرجان مع ضيفنا في الاستوديو الناقد الفني محمد كمال. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. دورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي. مهرجان القاهرة السينمائي ليه طابع مختلف وطابع منظم الحقيقة، إن هو بقاله 40 سنة منتظم جدا، مفيش سنة بتتأخر، على الرغم من يمكن تحديات كتيرة مرت بيها مصر، لكن منتظمة في إصدار هذا المهرجان المهم السينمائي في المنطقة العربية. شايف إيه المختلف والجديد اللي ممكن نراقبه ونترقبه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 40؟ طبعا المهرجان مش بس على مستوى مصر وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة منطقة شمال أفريقيا، هو المهرجان المستمر من 40 سنة. يمكن مفيش مهرجان على مستوى الـ 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 صحيح مستوى الشرق الاوسط مستمر للدورة الـ40. طبعا هو يعني هو الاعرق، هو يمكن المهرجان في الوحيد في المنطقه اللي بيحمل الصفه الدوليه، فده طبعا بيديله اهميه خاصه.
الدورة الأربعين هي طبعا زي ما هم أعلنوا إدارة المهرجان إن هيبقى فيها 160 فيلم، يعني ما يقرب من 160 فيلم من 59 ولا 61 دولة ولا 59 دولة؟ يعني أعتقد 61 لأن في فيلمين طبعا اضافوا أول امبارح، فكان 59 بقت 61. عدد مش قليل خالص. لا طبعا عدد مش قليل، طبعا في فترة زمنية قليلة برضو لأن برضو عدد الأفلام كتيرة جدا. المسابقات الرسمية هي زي ما هي تقريبا، المسابقة الدولية وأفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، غير طبعا القسم اللي هو خارج المسابقة. الجديد في الدورة دي أربع حاجات، وبشوفهم منهم أربع حاجات مهمة جدا. أول حاجة جايزتين، أول جايزة جايزة الجمهور، ودي قيمتها 20,000 دولار، ودي موجودة في كل المهرجانات اللي بتحمل الصفة الدولية تحديدا. انا كنت مستغرب ان ازاي مهرجان كبير بحجم مهرجان القاهره ما يبقاش فيه جائزه الجمهور، وهي الجائزه اللي بياخدها احسن فيلم بياخد اعلى تصويت من الجمهور في خلال عروض فتره المهرجان كلها. كان لحد يعني لحد الدوره ال40 مهرجان زي القاهره ما يبقاش فيه الجائزه دي، اعتقد ان ده يعني خطوه ايجابيه جدا اداره المهرجان ان هي تحط الجائزه دي. تاني جايزة أفضل فيلم عربي، ودي قيمتها 15,000 دولار، ودي ليها لجنة تحكيم غير لجان تحكيم المسابقات المختلفة. بيختاروا أفضل فيلم عربي في الأربع مسابقات الرسمية وبياخد هو الجايزة. برضو دي بشوفها برضو خطوة مهمة جدا. في فعاليتين جداد أول مرة هيبقوا موجودين في المهرجان، أول واحدة اللي هي عروض منتصف الليل، واعتقد ممكن هنتكلم عنها يعني بشكل اكيد. والفعاليه الثانيه هي منصه القاهره السينمائيه. وطبعا المنصات دلوقتي بقت من الـ من الـ من التظاهرات المهمه جدا في المهرجانات. والمنصه دي بتاعت مهرجان القاهره هتبقى يعني اهتمامها دعم صناعه السينما في مصر وفي الوطن العربي. اعتقد ان السينما المصريه محتاجه هذه المنصه بشكل قوي جدا. دايما اما نيجي نتكلم عن اي مهرجان او اي حدث دولي بيتم في مصر ومصر بتقدر ان هي تحتضن المهرجان او الحدث الدولي ده، لازم كده بيجي راي من اراء الجمهور يقول لك ايه، طب هو ايه الفرق يعني، او ازاي نقدر نقارن ما بين الحدث اللي موجود في مصر ده ببعض الاحداث والمهرجانات العالميه. دايما بيبقى في نظره تقليل ان مصر ممكن تستضيف حدث عالمي موجود فيها ايا كان بقى سينمائي شبابي ايا كان يعني، لكن بيقولك اكيد طبعا عمره ما هيتواكب مع المهرجانات العالمية. شايف ايه الفرق ما بين مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال40 واللي بيستضيف في الدورة دي 61 دولة، وده عدد مش قليل زي ما احنا قلنا، عن اي مهرجان دولي اخر سينمائي؟ لا، ما هو يعني التصنيف ده تصنيف المهرجان، مهرجان القاهرة تحديدا، ده يعني ده من يعني هو مصنف عالميا، مش يعني تصنيفه ده جاي من الجهة اللي بتصنف المهرجانات العالمية على مستوى العالم. فالمهرجان مهرجان القاهرة السينمائي هو مهرجان مصنف دوليا على انه من المهرجانات التي تحمل الصفة الدولية، فده امر واقع. يعني مساله بقى ان احنا مش يعني عندنا شك في مساله ان احنا بالظبط ايه يعني اللي بينتقص هذا المهرجان اللي هو باعتراف دولي ان مصر بتستضيفه عن بعض المهرجانات اللي احنا بنشوفها زي مهرجان كان مثلا السينمائي او كده؟ لا يعني هو الفرق بس بيبقى في ان يعني كان وفينيسيا وبرلين هي مهرجانات اقدم من القاهره بسنوات. يعني فينيسيا في الدوره 75، برلين كانت 68، يعني هي برضو مهرجانات اقدم. صناعه السينما نفسها في الدول دي يعني كمان مصر دلوقتي بقت الجونه، يعني مش القاهره بس يعني، لا بقى في طبعا مهرجانات وبقى في الجونه، بس طبعا الجونه مش مهرجان يعني لسه لم يعني لسه الدوره الثانيه بالظبط، بس مصر دايما يعني عامل انتعاش لل، يا ريت يبقى في 3-4 مهرجانات في الجونه، ويبقى في 5-6 مهرجانات في القاهره، يبقى في بورسعيد، يبقى في الاسماعيليه. اكيد وجود اي مهرجان ده اضافه للحاله الثقافيه والسينمائيه في مصر، واحنا في اشد الحاجه اليها في الوقت الحالي يعني. فطبعا هي زي ما بقول لحضرتك المقارنه طبعا مع فينيسيا او كان او برلين، طبعا هي مهرجانات زي ما بقول لحضرتك هي اقدم، مرتبطه شويه بشكل الصناعه هناك وتوزيع، مرتبطه بان في مخرجين بعينهم بيحبوا يروحوا هذه المهرجانات، والمهرجانات دي ادت فرصه للمخرجين
صغيرين النهارده بقوا مخرجين كبار. فاصبحوا لما بيجي يعمل فيلم فبيروح للمهرجان ده. فمهرجان القاهره يعني بيحاول ان هو ينافس، بيحاول ان هو يظل في نفس المكانه اللي هو فيها. واعتقد ان يعني المهمه يعني صعبه جدا على اداره المهرجان، ان هي طبعا في ظل ارتفاع سعر العملات الاجنبيه، فده طبعا بيأثر على جودة الأفلام. دلوقتي كل الأفلام معظمها بيطلب فلوس عشان يروح المهرجانات. فده طبعا تحدي كبير جدا، فعشان كده أنا مشفق جدا على إدارة المهرجان. طيب بالنسبة للمهرجان نفسه، احنا أشرنا في بداية الكلام مع حضرتك على عروض منتصف الليل. شايف الفكرة نفسها هتكون في صالح ولا في ضد المهرجان؟ مدينة القاهرة على المستوى العالمي هي مدينة ساهرة، ويمكن ده اللي بيميزها عن مدن أو عواصم أوروبية حتى. ده مش موجود في 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 أوروبا فكرة السهر، فدي حاجة مهمة جدا بتتميز بيها مدينة القاهرة، إن هي مدينة ساهرة، يعني الحياة فيها مستمرة ل 24 ساعة. فأعتقد إن وجود عروض من بعد الساعة 12 أو بتبدأ الساعة 12 دي هتبقى في إضافة مهمة جدا للمهرجان. حتى لو حسبناها على مستوى التجاري، لما بيبقى في مثلا موسم عيد او موسم شم النسيم او اجازه نص السنه، بنلاقي ان العروض اللي هي منتصف الليل او حتى كمان اللي هي الافتر ميد نايت بيبقى فيها اقبال جماهيري كبير. فاعتقد ان الفكره دي هتبقى اضافه مهمه جدا للمهرجان السنه دي. طيب شايف بعض الافلام الجديده زي مثلا ليل خارجي، واللي تم الاعلان عنه بشكل مبكر شويه، برضه هيكون في صالح ولا بالظبط ايه الدنيا؟ ازمه المهرجانات المصريه طبعا في مقدمتهم مهرجان القاهره، هو وجود فيلم مصري مناسب عشان يمثل مصر في المهرجانات دي. مهرجان القاهره السنه اللي فاتت مسابقته كانت بدون فيلم مصري، فاعتقد ان الاعلان مبكرا عن وجود فيلم مصري اللي هو ليه الخارجي للمخرج احمد عبد الله السيد خطوه مهمه جدا تحسب لرئيس المهرجان استاذ محمد حفظي والناقد الكبير استاذ يوسف شريف رزق الله، ان هم قدروا يتغلبوا على الاشكاليه دي اللي مش بتواجه مهرجان القاهره بس، لا دي بتواجه حتى مهرجان اسكندريه ومهرجان اسوان ومهرجان اسماعيليه حتى. فدي مشكله يعني فعلا يعني على مدار اخر 10 سنين بتواجهها كل المهرجانات. فيحسب لإدارة مهرجان القاهرة إن هي قدرت إن هي تعلن مبكرا عن الفيلم المصري اللي هيمثل مصر في المسابقة الرسمية. كمان فيلم ترانزيت. ترانزيت ده فيلم فيلم ألماني. ده في خارج المسابقة. كون إن هو يشارك في مهرجان طبعا مخرجه كريستيان بريتزولد من أهم المخرجين على مستوى العالم، وهو يعني مخرج ألماني كبير. اعتقد طبعا وجوده هيبقى اضافه جدا لقسم خارج المسابقه، وهو يعني القسم ده بيضم افلام مهمه جدا زي مثلا فيلم روما لالفونسو كوران، ده اللي خد الاسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، وفيلم فيلم النهر للمخرج امير امير انا اسف امير بيجازين، ده اللي خد الجائزه الاولى في مسابقه اوريزونتي، دي الجائزه دي المسابقه الثانيه بعد المسابقه الدوليه في فينيسيا. طبعا القسم ده بيضم افلام مهمه جدا يعني. ده الافيش اللي احنا بنشوفه. ترانزيت. طيب بالنسبه للفيلم كمان فيلم لبناني اسمه غداء العيد. السينما اللبنانية تحديدا وانها تشارك برضو في مهرجان القاهرة السينمائي، شايف ان هي بتدي طابع مختلف، طابع عربي مختلف نتيجة اختلاف، يعني انت عارف لبنان ليها يعني طبيعة خاصة عن اي دولة تانية. انا دايما بقول ان السينما او الدولة اللي عانت من حروب على مدار سنوات طويلة بتخلق عندها حالة ثقافية وسينمائية عالية جدا. الحراك السياسي بيعمل دعم جدا للحركة السينمائية. فلبنان تحديدا السنة اللي فاتت كان في فيلم ذا انسلت كان شارك في مهرجان فينيسيا وخد جايزة في المسابقة الرسمية، والسنة دي كان في مهرجان كان في فيلم نادين لبكي اللي هو كفر نحوم اللي هو يمثل لبنان في الأوسكار. فالسينما اللبنانية النهاردة بقت مميزة جدا، مش على مستوى الوطن العربي بس لكن كمان على مستوى العالم.
فأعتقد وجود أفلام لبنانية في مهرجان القاهرة مسألة مهمة جدا. فيلم غداء العيد يمكن هو ما شاركش في مهرجانات كبيرة أو شارك في مهرجانات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لكن أنا سمعت عنه ردود فعل كويسة جدا، ومن الأفلام اللي أنا متشوق إن أنا أشوفها يعني. إيه كمان في 6 أفلام مصرية مشاركة في زي ما احنا يعني أشرنا قبل كده في المهرجان ده. في فيلم اسمه عمارة الإيموبيليا. طبعا الفيلم ده ليه طابع شوية تاريخي، وكمان هي جريمة أو جريمة الإيموبيليا يعني الزملائي بيصححوا لي يعني. والفيلم هي نسبة للعمارة الشهيرة اللي هي بالظبط كده بالزبط. العمارة دي كانت أعتقد ليلى مراد، ليلى مراد وأنور وجدي كانت ليلى مراد وأنور وجدي، وكان في أكتر من فنان. شاهدنا حاجة كده زي عمارة يعقوبيان زي ما بنقول، بس طبعا يعني كانش فيها شخصيات مشاهير فيها، لكن فكرة إن أنت ترصد بعض الأحداث المهمة في فيلم سينمائي من خلال عمارة سكنية. صحيح. الفكرة دي شايف إن هي بتبقى ليها طابع مميز ومختلف في التناول السينمائي في المحتوى نفسه، وبتجذب الجمهور بشكل أو بآخر. طبعا أنا متفق مع حضرتك جدا. فكرة إن يبقى في فيلم بتدور أحداثه من خلال عمارة أو من خلال مكان اللي هي أفلام وحدة المكان، أعتقد إن هي الجمهور حتى بيحبها، لأن هي نوعية مش بتقدم كتير في السينما المصرية. فأعتقد إن النوعية دي من أفلام هتبقى مفضلة جدا عند الجمهور، خصوصا إن مخرج الفيلم خالد الحجر من المخرجين اللي ليهم تجربة سينمائية مهمة في مصر، وأعتقد إن عودته هتبقى مكسب جدا لصناعة السينما في مصر. طيب 6 أفلام شايفهم كافيين؟ يعني شايف إن العدد ده لطيف، ولا كان المفترض يبقى فيه عدد أكبر؟ كنت أتمنى يبقى العدد أكبر، بس طبعا مقارنة بالدورات السابقة أو آخر 4-5 دورات طبعا العدد كويس جدا يعني. لكن طبعا احنا نتمنى ان يبقى في 10 و15 فيلم من مصر، سواء كان في المسابقات او في البرامج الموازيه. لكن طبعا مقارنه بالدوره اللي فاتت تحديدا فالعدد 7 افلام اعتقد كويس جدا يعني. طيب احنا بنتكلم عن 61 دوله مشاركه في مهرجان القاهره السينمائي، شايف ايه ابرز الدول اللي يعني بتكون اضافه للمشاركه في المهرجان ده؟ مين اكتر الدول العالمية دلوقتي اللي محققة سوق سينمائي ومرتبة في السوق السينمائي عالية جدا وليها قيمة في العالم الدولي؟ لا في دول كتير يعني، يمكن انا بشوف ان السينما الفلبينية تحديدا الفلبينية يعني على مستوى الـ 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 المهرجانات مثلا اللي انا رحتها بره او من خلال متابعتي لمهرجان القاهرة في اخر كام دورة، اعتقد ان هي بقت منتشره جدا على مستوى العالم، بقت بتقدم تجارب مهمه جدا، وحتى كمان بقت بتاخد جوائز يعني. يعني الدوره اللي قبل اللي فاتت من مهرجان فينيسيا فيلم فلبيني هو اللي خد الاسد الذهبي. في سينمات تانية كتير يعني، بس انا يمكن السينما الفلبينيه هي اكتر سينما لفتت نظري خلال الفتره الاخيره. في مهرجان القاهرة السنة دي ايه اللي فيها مختلف؟ يعني معلش انا قبل ما ننتقل للدول التانية، ايه الطابع السينمائي في المحتوى المقدم من خلال السينما الفلبينية مختلف عن اي دولة تانية؟ هو بقول حضرتك هو مش مختلف على يعني، هو طبعا يعني هو بيقدموا سينما كويسة، لكن هي بتكلم على مسألة الانتشار. سينما كويسة بمعنى ايه؟ صورة يعني؟ لا ولا مش صورة كمان، محتوى درامي، محتوى سيناريو، محتوى ولا ايه؟ محتوى. هي دول شرق آسيا تحديدا من الدول اللي عانت كتير من حروب ومن تمزق اجتماعي بشكل كبير، فده بيتنقل على السينما، بيتنقل السينما بشكل مميز جدا. وهم كمان انا بتكلم يعني انا اخترت السينما الفلبين لان هي بقت منتشره، مش بس عشان الجوده، لو على الجوده في طبعا سينمات كتير، بس يعني بلس السينما الفلبينيه محققه انتشار مهم جدا في المهرجانات. ما هو ايه يعني مثلا احنا عندنا يعني سواء كانت دراما تلفزيونيه او سينمائيه للهند، فهي عشان الهند ليها طابع مميز. تمام. صعب ان انت تلاقيه في اي دوله تانية بتقدر تنتجه او تنفذه.
السينما الفلبينية. انت حضرتك بتقول ان هي مثلا عانت على مدار التاريخ، فبالتالي هي بتحكي في افلامها او في الاعمال السينمائية عن المعاناة التاريخية اللي هي عاشتها، ولا في موضوعات جديدة ومختلفة او قدرت انها تتناولها بزاوية تانية مختلفة؟ يعني ده اللي انا عايزة اوصل. الحاجتين موجودين في السينما الفلبينية. وحضرتك طبعا ذكرت الهند، ممكن تبقى الهند ده كدولة فيها انتشار على المستوى السينمائي والتلفزيوني، لكن الجودة اعتقد مش موجودة بنسبة كبيرة. السينما الفلبينية زي ما بقول لحضرتك هي سينما منتشرة صحيح دلوقتي في المهرجانات، يعني مش قصدي كتوزيع كسوق يعني، لكن هي منتشرة في المهرجانات وعندها الجودة. انا ممكن اكون اختلف مع حضرتك في موضوع الهند هي منتشرة على مستوى التوزيع التجاري وليها جمهور على مستوى التجاري، لكن على مستوى المهرجانات او على مستوى المهرجانات السينمائية ملهاش تواجد. الفلبين ممكن العكس، وهي اكيد العكس. هي مش منتشرة تجاريا، لكن هي منتشرة على مستوى المهرجانات الكبيرة تحديدا. انا كنت اللي اقصده معاك ان حضرتك قلت سينما كويسة دي بتترجم لصورة، بتترجم لإخراج، بتترجم لجودة ممثلين، وان هم فعلا قادرين يقوموا بالدور بشكل في السياق الدرامي المطلوب. بنتكلم على النص اللي مكتوب، المعالجة ليه لو كانت موجودة، يعني هو ده اللي انا بتكلم فيه. ده كل ده موجود بشكل قوي جدا. بخلاف فلبين، ايه الدول التانية المهمة دلوقتي واللي محققة مرتبة قوية جدا في العالم ومشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي؟ هي في دولة كازاخستان، يعني انا يمكن ما تابعتش افلام ليها قبل كده، بس هي موجودة بقوة في مهرجان القاهرة، في اكتر من فيلم كازاخستاني. فدي يعني انا عايز يعني عندي يعني فضول ان انا اشوف شغف. طبعا يعني لما يبقى في حوالي 3 افلام من كازاخستان في مهرجان القاهرة، في طبعا في مسابقات، وسواء كان في المسابقات او في خارج المسابقة، في دولة انا يمكن ما شفتلهاش فيلم قبل كده، فده مخلي عندي شغف ان انا اشوف فيلم من دولة كازاخستان، برغم ان هي ملهاش ما اعتقدش ان هي ليها تاريخ قوي في صناعة السينما يعني. فكازاخستان انا متشوق ان انا اشوف افلامها في مهرجان القاهرة. غير الدولتين دول في القاهرة ولا بشكل؟ في القاهرة طبعا. انا يهمني الدول المشاركة من 61 دولة. وفي نفس الوقت يعني هيضيفوا للمهرجان لانهم محققين في السوق العالمي مكانة مرتفعة. وبالمناسبة طبعا هو اخر فيلم انضم للمهرجان القاهرة كان فيلم فلبيني اللي هو مامانج، وكان فيلم تاني من بيلاروسيا. فده يعني بضيف لحضرتك على موضوع ان السينما الفلبينية سينما اعتقد بقت مهمة يعني. يعني من التجارب برضو السينمائية الواعدة يعني بشوف كردستان. يمكن هي ملهاش تواجد زي الدورات السابقة. الاتحاد السوفيتي متألق يعني، دول الاتحاد السوفيتي ده ليه برنامج خاص، ليه نظرة على سينما روسيا الجديدة. ده ليه برنامج خاص مهرجان القاهرة. بس انا بقول كردستان من هي طبعا هي مش دولة، هي حضرتك عارفة النزاع ما بين 4 دول. فده برضو خلق عندهم سينما بتبحث عن الهوية. هم مش عارفين هم أتراك ولا سوريين ولا عراقيين ولا إيرانيين. وأزمتهم مع ال4 دول ده بتجسده السينما الكردية بشكل مهم جدا. السينما الكردية كان ليها تواجد كبير في مهرجان القاهرة الدورة اللي فاتت، يمكن السنة دي مش بنفس التواجد، لكن أعتقد إن هي سينما من السينمات الواعدة على مستوى العالم يعني. دايما كنا بنسمع عن السينما التونسية بتحقق، يعني كانت دايما جوائز ومكانة لطيفة وكويسة وجيدة جدا في مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي. أخبار المشاركة التونسية ايه؟ المشاركة التونسية أعتقد يعني إن في تواجد تونسي هيبقى طبعا موجود، خاصة من خلال برنامج الاحتفاء بالمخرجات العربيات. من ضمن المخرجات اللي بيحتفل بيهم المهرجان هي المخرجة كوثر بنانية، وهي مخرجة تونسية مهمة جدا. فاعتقد ان التواجد التونسي السنه دي متهيألي هيبقى كويس يعني. طب بخلاف مصر وتونس، يعني الدول العربيه والمشاركه في مهرجان مهم زي مهرجان القاهره السينمائي اخباره ايه؟ طبعا هو في برنامج او في مسابقه خاصه بالسينما العربيه اسمها افاق السينما العربيه، هيبقى فيها 8 افلام، منهم 5 عرض عالمي اول في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا، وفيلم عرض عالمي اول اللي هو الفيلم المصري،
وفي فيلمين اللي حضرتك ذكرت منهم اللي هو غداء العيد وفيلم تاني اسمه الجاهلية، فيلم مغربي للمخرج هشام الهسري، برضو من الأفلام اللي عملت صدى كويس قوي خلال الفترة الأخيرة. فأعتقد أن التواجد العربي هو يمكن المسابقة الرسمية ما فيهاش فيلم عربي غير الفيلم المصري، لكن باقي المسابقات فيها أفلام عربية، غير أن في مسابقة خاصة لأفاق السينما العربية. طيب تكريم الفنان المصري حسن حسني طبعا في مهرجان القاهرة السينمائي، شايفه ازاي وقد ايه؟ طبعا انت عارف التكريم بيبقى ليه أثر معنوي على الفنان او على اي شخص تاني طبعا بيوجه ليه التكريم من يعني من قبل المؤسسة هو بينتمي ليها. يعني كون ان السينما المصرية متمثلة في مهرجان القاهرة السينمائي بيتكرم الفنان العظيم حسن حسني، شايف ده ممكن يضيف ايه للمهرجان؟ طبعا ده اضافة كبيرة جدا لمهرجان القاهرة وللسينما المصرية. حسن حسني او الاستاذ حسن حسني من الفنانين اللي صح يعني صاحب تاريخ طويل وصاحب انتاج يعني ظهوره في افلام كتيرة جدا خلال الفترة الاخيرة. فطبعا ده دي نقطة مهمة جدا وتحسب لادارة المهرجان. يمكن شوية الفنان الكوميدي بيبقى بعيد عن التكريم، لكن مهرجان القاهرة السنة اللي فاتت كرم سمير غانم، كانت برضو يعني لفتة مهمة جدا. السنة دي بيكرم حسن حسني، اعتقد ان هو اختيار موفق جدا جدا جدا. انا لما سمعت الخبر فرحت يعني. يمكن شوية الفنانين اللي بيصنفوا ان هم كوميديانات بيبقوا مظلومين في حتة التكريمات، خصوصا في مصر وفي الوطن العربي. تكريمات المهرجان القاهرة يعني مش بس الأستاذ حسن حسني، لكن كمان هشام نزيه من يعني كانت من المفاجآت اللطيفة جدا بالنسبة لي. لأن تكريم هشام نزيه ده بالنسبة لي بيحمل مع يعني حاجتين. أول حاجة إن شوية عندنا في المهرجانات المصرية التكريم مرتبط بمرحلة عمرية معينة، يعني لازم يكون الفنان تجاوز الستين عشان يتكرم. لا وكمان في حاجة مؤلمة بصراحة. يعني ربنا يا رب يعني يدي الصحة والعمر لفنانين مصر، لكن ليه دايما أما الفنان بيمشي من الدنيا ويعني بيتوفى الله بنبدأ إن احنا بقى نتذكر إن الفنان ده يعني قدم كتير قوي للسينما المصرية؟ طب يا جماعة ما يعني نقدر ان احنا نقدر الفنان ده وهو على قيد الحياة ونقول له شكرا ان حضرتك بتقدم لنا فن وفن عظيم وانت موجود معانا وفي وسطنا. يعني دي برضو كانت حاجة يعني من الحاجات اللي فرحتني ان انا شفت ان الفنان القدير حسن حسني هيتكرم طبعا، وذلك الفنان القدير العظيم سمير غانم السنة اللي فاتت طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني محمد كمال، وان شاء الله باذن الله يعني يتجدد اللقاء دوما مع حضرتك للحديث اكتر عن يعني من اهم وجوه القوى الناعمه في مصر الوجه طبعا السينمائي طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا شكراً. وبشكر حضراتكم على متابعه هذا الصباح، وكعادتي يعني هو متواصل معكم على مدار الاسبوع لتقديم فقرات كتيره متنوعه ومختلفة، نتمنى دايما أنها تنال إعجاب حضراتكم. صباح الخير وإلى اللقاء.